صباح اليوم 24 أيلول 2020، برحب فيكم مشاهدينا وما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. برج اليوم مع جمانة وهبي، ترندي مع حسن عياش، اسمع مني مع نادين جودي، وشو الأفضل، التعلم من الورق أم من الشاشة؟ كمان بسمع مني حيكون معنا دكتور وسام بيطار لنحكي عن اللقاحات وأهميتها عند الأطفال وخاصة بهالوضع اللي عم نعيشه. المعلومات المغلوطة عن تناول الفواكه بعد وجبات الطعام بمش غلط مع ساندرا فواز. لنعرف أكثر عن مهرجان القاهرة السينمائي حيكون معنا الناقد أندرو محسن. سوق العمل مع مروة خلف وأبرز الوظائف الشاغرة. زينة الزغزغي وقصة جديدة من الأرض. أما ضيفنا هو جاد حديد اللي انتقل ليعيش بدبي. جوزيف حويك حيكون معنا ليخبرنا أكثر عن مسلسل هند خانم. فقرة جديدة بتنضم لفقراتنا بصباح اليوم عن أبرز أخبار المشاهير مع ريف عائيل، وفنجان القهوة حيكون مع الفنان سليم عساف. وأخيرا آخر الأخبار وتحليلات الصحف مع الزميلة كاترين حنا، والحدث مع الزميلة سمر أبو خليل. يسعد لي صباحكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا من بيروت، تحياتنا لكم جميعا مني ومن فريق عمل صباح اليوم. اللي بدي اقول للشباب كلها يعطيهم الف عافيه، يعني رغم هالظروف الصعبه اللي عم نقطع فيها، بس كلنا امل انه عن جد بدنا نكفي وفي امل بعد بهيدي الحياه، والا ما العازه كلها سوا. من فتره نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه في على الانستغرام، ما بعرف يمكن عم ننبش على السعاده تنبيش وما عم نعرف نعيش اللحظه، بس رجعت قلت أنه نستفيد ونستغل من كل لحظة مع الناس اللي منحبها، ننبش عليها بالناس اللي بتشبهنا، لأنه هي اللي باقية معنا بهيدي الحياة، والباقي كله فاني وما له عازة وما له طعمة. اليوم بيرفقوني ضيوف كتار بحلقتنا، مواضيع بتشبهنا وبتشبهكم رح نتناقش فيها مباشرة على الهواء، والبداية رح تكون مع برج اليوم وجمانة وهبة. صباح الخير، واليوم 24 سبتمبر 2020، وأخبارنا الفلكية لهذا النهار. ورح نبدأ مع مولود برج الحمل يلي عم نشوف أنه ممكن يرتبط بجهات جديدة على الصعيد المهني أو ممكن يباشر عمل جديد، والفلك عم يتحدث عن انتقال من وضع إلى وضع أفضل. وأما عاطفيا يبدو أنك مصدوم من تصرفات الشريك وممكن تضطر للتعامل معه بطريقة انفعالية شوي. مولود برج الثور يلي كمان ممكن يقوم ببعض التغييرات ببعض العادات والدخول باتجاهات جديدة على الصعيد المهني، بالإضافة لضغوطات عائلية رح يسعى لتصحيحها. وأما عاطفيا يبدو أنه متجاوب مع الشريك وحريص على تلبية رغبته في بعض الأمور المشتركة بيناتهم. مولود برج الجوزاء يلي كمان ممكن نشوفه عم قد يلجأ إلى تبني خطة عمل جديدة مع أحد الأشخاص الموثوقين فيهم على الصعيد المهني. وأما عاطفيا كأنك عم تشعر بعدم الاستقرار بعلاقتك مع الشريك واحتمالات حدوث توترات كبيرة معه. مولود برج السرطان الفلك عم يتحدث عن أكثر من جهة مسيطرة بمحيطك المهني، وتعلم تماما حقيقة ما يدور في محيطك العملي. وأما عاطفيا عم نشوف كأنه في نقطة حاسمة أو أنك قد تلجأ إلى النقطة الحاسمة بعلاقتك مع الشريك. مولود برج الأسد يلي كمان ممكن يدير خطة مهنية لحسابه الخاص، أو ممكن ينتقل من حال إلى حال مهنيا، بالإضافة لأنشغالات بتتعلق بشؤونه المادية. وأما عاطفيا ما في عندك، لا يوجد أمامك خيار سوى تقديم بعض التبريرات للشريك. مولود برج العذراء يلي كمان عم نشوف الفلك عم يتحدث عن تطورات سريعة وإيجابية بمحيطه المهني، وممكن تلتقي بشخص رفيع المستوى ممكن يمل عليك تفاصيل الخطوات والشروط المقبلة. وأما عاطفيا كأنك عم تسعى لتهيئة الأرضية المناسبة لاستقرارك العاطفي، وكأنك ابتديت تعرف شو بدك. مولود برج الميزان عم نشوف أن الوقائع عم بتأكد أنك قادر على الدخول بمجالات مهنية جديدة، ولو أنك ما عندك الخبرة الكافية وكأنك بانتظار الوقت المناسب. وأما عاطفيا يبدو أنك قريب من الشريك أكثر من أي وقت مضى، بالإضافة لقرار بيتعلق بأوراق قانونية. مولود برج العقرب المقارنة منا سهلة بين شريك القلب وشريك العقل، هيدا على الصعيد العاطفي. وأما مهنيا فالضرورة ممكن تتطلب منك التعامل مع الزملاء أو مرؤوسينك بالعمل بطريقة دبلوماسية أو بليونة أكثر، تفاديا لأي خسارة. مولود برج القوس يلي ممكن أن يكون عم يستدرج يوم بعد يوم للقبول بما هو متوفر عنده حاليا
على الصعيد المهني، وكأنك عم بتشوف أعمالك أصبحت أسهل من السابق، وأما عاطفيا كأنك عم بتعيش أجواء عم توحي بالثقة والأمان بعلاقتك مع الشريك. مولود برج الجدي اللي كمان قد ينجح أو حتى عم ينجح بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء على الصعيد المهني، والظروف عم تلعب لصالحك، والفلك عم يتحدث عن أرضية مهمة للنقاش معك. وأما عاطفيا عم تشعر بأنه علاقتك مع الشريك عم تحتاج إلى الحب والمشاعر مش أكثر. مولود برج الدلو يلي كمان عم يزعجه التطاول على صلاحياته أو التدخل بشؤونه المهنية بدون علمه، وأما عاطفيا يبدو أنك بحاجة لتغيير أسلوبك بعلاقتك مع الشريك والقبول ببعض مقترحاته. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت يلي كمان عم نشوف احتمالية حصول خلاف مالي عائلي أو عاطفي يبدو أنه واضحة وممكن تأثر على مزاجك. وأما مهنيا فالفلك عم يتحدث عن حلحلة بشؤونك المهنية، وأما عاطفيا كأنك عم تتمنى العودة إلى الوضع السابق مع الشريك. هذه كانت أخبارنا لليوم، لقونا بكرة بأخبار جديدة وتوقعات جديدة. ضلكم بألف خير وباي باي. وتضلك بألف خير جمانة، شكرا على هالفقرة الثابتة ببرج اليوم لنعرف حظنا مع الأبراج هيك ولا هيك، بس ما مش عم تزبط. رح ننتقل لفقرة ترندي مع حسن عياش وآخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي. معك يا حسن، خلينا نشوف. صباح اليوم نترندي، سوا حنستعرض آخر وأبرز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. هاشتاج ارحل يا سيسي عم بيواصل تصدره على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمصر لليوم الثاني على التوالي للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهذا الشيء صار بعد ما خرجت مظاهرات خلال الأيام الثلاثة الماضية بمناطق عدة بمصر، وخرجت هالمظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية ولمطالبة السيسي بالرحيل، وكانت آخرها مظاهرات يوم الثلاثاء بوقت ما خرج محتجون بقرى ومدن متفرقة استجابة لدعوة الممثل ومقاول الجيش السابق محمد علي اللي دعا للتظاهر بالذكرى الأولى لمظاهرات 20 سبتمبر اللي شارك فيها الآلاف العام الماضي. وانتشرت على مواقع التواصل ولاسيما تويتر فيديوهات قال المغردون إن لمظاهرات خرجت ثلاثة بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى نشر لمقاطع مصورة تظهر تحطيم متظاهرين سيارة شرطة. صرحت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ما حتمنع تطبيق تيك توك واللي بيستخدمه أكثر من 800 مليون شخص أكتف حول العالم، ولكن حيتأجل هالمنع على كامل بنود هالصفقة الجديدة. والصفقة بتقول الموافقة على مفهوم تأسيس الشركة الجديدة تيك توك جلوبل، تملك الصين غالبية الشركة ولكن تحت تحكم كامل من ملاك الأسهم الأمريكيين. استحواذ الشركتين الأمريكية أوراكل اللي بتتمتع بعلاقة وثيقة مع ترامب وول مارت على 20% من تيك توك جلوبل. تخصيص تيك توك جلوبل 25 ألف وظيفة جديدة. كما اعتبرت الولايات المتحدة أن تيك توك تهديد للأمن القومي بسبب امتلاك شركة صينية لهالتطبيق، وبالتالي من المحتمل مشاركتها معلومات المستخدمين مع الحكومة الصينية. هولي كانوا كل أخبار ترندي لليوم. Keep in touch. رح ننتقل هلا إلى فقرة اسمع مني. بهالفقرة المهمة جدا مع دكتور وسيم بيطار طبيب أطفال بنحكي عن أهمية اللقاحات، وخاصة بهالفترة فترة كورونا. كتار من الأهل عم بيسألوا أنه لازم نلقح أولادنا ولا لا، حتخف مناعتهم، ممكن يلقطوا هالفيروس، يعني كتير تساؤلات حول هالموضوع. وبدنا كمان نغوص شوي بالتفاصيل، شو جديد بالنسبة للقاحات عند الأطفال، لقاح سرطان عنق الرحم وغيرها من الأمور بهالفقرة. معك دكتور وسام، أهلا وسهلا فيك. مرور، شو اخبارك؟ جود، اشتقنا عن جد، يعني اجمل شيء لما بكون معك وانا كمان بشرفني دكتور، دائما رائع، ويعني
بكون عم بتمتع بالحديث معك، خاصة انك ام وبتعاملي مع البيدياتر باللقاء كسؤالات جايين من ام. صح، يعني بتعرف مع الخبرة والعذاب مع الاولاد، فلازم نطرح هيدي الاسئلة اليوم دكتور. بالنسبة يعني اول سؤال بديهي الكل بيسأله، هل لازم نحن نلقح اولادنا بهيدي الفترة؟ يعني اعداد كورونا عم بتزيد بشكل مش طبيعي. هيدي مشكلة كتير كبيرة صارت معنا من شباط لليوم، خاصة بفترة الكونفينمان لما انجبرنا نقعد بالبيت، في اهل توقفوا عن زيارة الطبيب، زيارات الدورية الروتينية تبع اللقاحات، وهون عانينا من مشكل، خفنا كتير انه تزيد هيدي الظاهرة سميتها، لانه كنا خايفين من فيروس كورونا، وقفنا اللقاحات، صار الخطر على اولادنا يلقطوا الامراض اللي على مدى اكثر من 40 سنة قدرنا كقطاع عام وقطاع خاص انه نخلي بعض الامراض تختفي من لبنان. وفجأة لما صار فيها التوقف عن اللقاحات خفنا كثير، وخفنا انه يرجعوا هالامراض عن جديد، مثل الحصبة، مثل شلل الاطفال، مثل جدرة المي، ومثل باقي الامراض. وبالتالي من هون أهمية انه نضل نلقح اطفالنا. وبتعرفي كمان زيادة عن أهمية اللقاح، لما بتشوفي انه اي حديث بينحكى انه الحياة بترجع لطبيعتها لما يصير في لقاح للكورونا. يعني تتشوفي قديش هاللقاح هو شيء أساسي، رح هو بسببه رح ترجع الحياة لطبيعتها. نعم. طب دكتور، في بعض الأهل يمكن ما بيفضلوا إذا بدك يعرضوا أولادهم للقاحات، هم بنحكي عن أهميتها لتفادي الأمراض المستعصية، لأنه في أهل عندهم هيك هالمعتقدات إنه بيخافوا. صحيح صحيح، هو في موجة كتير كبيرة خاصة بأوروبا، هن الأفاكسرز، الناس اللي عم يرفضوا اللقاح، وعم بيتسلحوا ببعض الدراسات اللي هي بعدين تبينت انه غير صحيحه، انه كانوا في منهم بيقولوا انه اللقاحات بتعمل التصلب اللويحي، في منهم قالوا انه بيعمل توحد، ودغري دغري طلع مقابلهم دراسات على ملايين وملايين الاطفال اذا بدك كذبت هذه الاخبار، وكل اللقاحات سيف، ما بيأثروا ابدا على صحه الطفل سلبا، لا بالعكس هن بيقولوا مناعته، وكل ما تعمل لقاحات كل ما تكون عم تنشط ذاكره المناعه بجسم الطفل لحتى يصير محصن عند لقاء هالفيروس فعليا. نعم. طب دكتور وسيم، هون كمان شوي نحكي عن انواع اللقاحات الاساسيه للطفل اللي ما لازم حدا يقفيها، وبتبقى موسميه يعني لها مواسم. اكيد، هي حسب الموسم وحسب العمر. في عندك نوعين من اللقاحات. اللقاحات الموسميه هي لقاح الجريب اللي هي هلا وقته، هلا للاسف شوي تاخر السنه ليوصل على لبنان، مش بس للبنان، في تاخير بالبرودكشن عالميا، مبدئيا لازم يوصل اواخر اكتوبر، وانا بنصح كل شخص من الصغير للكبير وخاصه الحوامل والكبار بالسن كمان انه يستفيدوا من هذا اللقاح، لانه عوارض الانفلونزا H1N1 او HTN2 كثير بتشبه الكورونا، وممكن يسبب مشاكل بالمنطقة التنفس العليا ويضعف هالمنطقة، ونصير عرضة إذا لقطنا الكورونا نكون أسرع أنه ندخل للمستشفى والعناية الفائقة، ووصولا إلى بعيد الشر الوفاة. ومن هون هيدا اللقاح الموسمي لازم 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 كل شخص يعمله، الكل الصغير والكبير. يعني أنا كل شخص، كل سيدة هلأ عم تحضرنا، موني على أهلك، موني على زوجك، على أولادك، حتى على الخدم اللي عندك بالبيت، كل الأشخاص والعمال اللي عندكم أنه يعملوا اللقاح. هيدا لقاح موسمي. فعندك اللقاحات اللي بتجي حسب العمر، يعني عندك لقاحات تبع الإيباتيت بي، الصفيرة بي، عندك لقاح الخنوق والشهوق والكزاز وشلل الأطفال، عندك لقاح السحايا، لقاح البنوموكوك اللي بيحمي التهاب الرئة، عندك لقاحات كتير، وكمان اللقاح الكثير هلا بنشجع وذكرتي له بالمقدمه، ثانك يو لانك ذكرتيه، لقاح بيحمي ضد سرطان عن الرحم، فاذا كمان هيدا من اللقاحات اللي ضروري ضروري كل سيده كل بنت تبلش تتلقح. عن اي عمر دكتور هون عم نحكي؟ اللقاح تبع عنق الرحم ببلش من عمر 9 سنوات، وفينا نضل نعطيه لعمر 47 سنه. اوكي، لانه بسمع هون كمان يمكن الصبي اذا صارت يعني بالعشرينات وما فوق بتقول لك انه تاخر، ابدا حتى لو كان عندها علاقات جنسيه بتقدر تستفيد من هذا اللقاح، لانه اللقاح بيحمي ضد 9 انواع من الفيروس. اذا عملت علاقه جنسيه ولقطت واحد من هالفيروسز، اللقاح رح يحميك من البقايا، لانه ولا واحد من 9 يقل خطوره عن غيره.
وبالتالي حتى لو كان في علاقات جنسية لازم العمل، كان في مفهوم خاطئ قبل أنه خلص وقتها صارت البنت عاملة علاقات جنسية ما تعمله، أبداً أبداً بالعكس عملوه. أكيد لازم كمان يكون في دايماً الفحص الدوري، فحص الزجاجة بنسميه أو الفروتي لازم ينعمل. وكمان نصيحة، إذا عمل الفاكسان قبل عمر 14 سنة بدل ما يعملوا 3 دوز بيعملوا 2 دوز، يعني كمان ماديا أوفر. نحن هلا بنعرف قد ايه في ضائقة اقتصادية، وإذا الأهل دفعوا حق 2 كثير أحسن لهم ما يدفعوا حق 3 دوز. سو لحقوا بناتكم ولقحوا بناتكم قبل عمر 14 بهذا اللقاح، بتوفروا كثير. نعم دكتور، بالنسبة للقاحات للفيروس كورونا، هل من دراسات جديدة؟ يعني عم نسمع كثير بصراحة هذا الموضوع أنا عم تابعه من أول نهار عن جد، لأنه كل حياتنا تغيرت ناطرة هذا الفاكسان، حتى حياتنا المهنية تغيرت، كيف طريقتنا بالتعامل بالعيادة، كيف بنفصل المرضى، كيف بنبعد المرضى عن بعضهم، حتى نحن البيرسونال بروتكشن كيف تغيرت، نظام العالم كله، الطيران، السياحة، السفر، الاقتصاد، كله مربوط بهذا الفاكسان. في أكثر من 90 شركة فاتوا بدراسات وليلاقوا حل، ليلاقوا فاكسان. في عندك 3 مراحل الفاكسان بدي يقطع فيها قبل ما يتسوق. حوالي 40 شركة قطعوا شوط كتير كبير، صاروا بالمرحلة الثانية، وفي شركات قليلة صاروا بالمرحلة الثالثة، اللي هي تظهر نتائجها مفروض من هون لآخر أكتوبر أو نوفمبر. هلأ إذا ظهرت إيجابية مفروض بأوائل 2021 يكون واصل اللقاح على لبنان، هيك حسب ما عم نسمع وحسب القراءات اللي عم بعملها. بس للأسف أنه كمية البرودكشن للفاكسان ما رح تكون كافية لكل الناس، يعني رح يكون في برايوريتي للقاح، رح ياخدوا الناس. شو البوليسي رح تعتمد اللي حتى المنظمة الصحة العالمية بتنصح فيها؟ أنه نحن ما بهمنا نجيب بلد واحد ونلقح كل الناس اللي فيه، بهمنا نلقح شريحة كتير كبيرة من الناس على كل العالم، لأكثر حاجة، على كل العالم. مظبوط، لأكثر حاجة هن الهيلث كير بروفيشنالز، يعني كل اللي بيشتغلوا بمجال الصحة، يعني أطباء أسنان، ممرضات، عاملين بالمستشفيات، مساعدات بالمستشفيات. هيدي نمبر وان. عندك الكادر التعليمي، لأنه هن معرضين كتير للفيروس، يعني الأساتذة والمعلمات. عندك الجيش، عندك الكبار مسنين، الكبار بالعمر، لأنه هن كتير أصلاً تلاحظ نسبة الوفيات أكتر شيء مرتفعة بهالكاتيجوري، الفئة العمرية. وعندك كمان اللي عندهم مشاكل بالمناعة، مثل مرضى السرطان، عندك مرضى اللي عندهم مناعة ضعيفة اللي بياخدوا كورتيزون، مرضى الـ HIV، كل الناس اللي هن معرضين. هود هن البريوريتي لقلنا. سو رح يتوزع الفاكسان لكل هالناس حول العالم، وبعدين ننزل للفئات العمرية، مصير ننزل حسب وين عم بيكون في وفيات أكتر. للأسف أنه آخر شيء الأولاد رح يتطعموا مبدئيا بهذا اللقاح، لأنه هن أقل عرضة للفيروس كورونا. أقل عرضة للفيروس من ناحية الخطورة على صحتهم وحياتهم، والوفيات هي أقل نسبة بالفئات العمرية اللي بتجي تحت الـ 14 سنة. سو الحمد لله. بس أنه كمان كنا بنتمنى أنه الأولاد كمان ياخذوا الفاكسان، لأنه الأولاد هن اللي بيختلطوا، هن اللي ما بيعرفوا ياخذوا المزور او الاجراءات كمان الوقائيه. صح، بتحطي له ماسك، الماسك بيكون عم بيسبب له خطوره اكثر على حياته، لانه عم بيكون عم بحط ايده على الماسك وحط بعيونه وحطه بتمه. سو نتمنى انه اللقاح يوصل للكل، بس الطريقه اللي رح يتوزع فيها هي لوجيك وكثير سيف وكثير انا سيف. يعني دكتور هون انت مع انه نرجع يعني المدارس تفتح ابوابها والأولاد بهالصفوف بهالعمر كمان الصغير، ولا لا؟ لأنه هذا آخر سؤال بس لنطمن الأهل. اسمح لحالي أعطي رأيي الشخصي، هذا برجع بقول رأيي الشخصي. أنا بقول إنه السيستم الإبريد اللي هو نص مدرسة نص أونلاين، أنا لا أؤمن به، لأنه مجرد ما تروح نهار واحد على المدرسة، إن كان في 5 أو 15 أو 20 تلميذ بالصف، ريسك زيته، لأنه الطفل ما بيعرف ياخذ الإجراءات الوقائية. أنا ضد السيستم الإبريد، عم برجع بأكد أنه هذا رأيي الشخصي، ضد السيستم الإبريد مع الأونلاين، وأنا ضد تأجيل المدارس مع أنه تبلش المدارس، لأنه عم نخسر سنين. ودجا أونلاين رح يكون الأورير كتير صغير، يعني بدنا نخسر بعد أوقات أكتر. لا، بلشوا المدرسة بس أونلاين إلى
نوصل لنقطة لحل لقاح أو دواء. موضوع صح دكتور وسيم بيطار. قلت لك وسام أول شيء بعتذر ضعنا شوي بالاسم. دكتور وسيم بيطار شكرا لك ولكل هالمعلومات الطبية وأهلا وسهلا فيك بصباح اليوم. فاصل إعلاني ونتابع بقية فقراتنا، خليكم برفقتنا. بيسمع مني مع نادين جودي، واليوم اللغط حول هالموضوع، التعلم من الورق أم من الشاشة، وشو الأفضل بالنسبة للأطفال وللأولاد وحسب كمان الفئة العمرية. يعني الموسم الدراسي بلش لبعض الصفوف وبعض الأعمار، وكمان الأعمار الصغيرة بعد ما فاتوا على المدرسة. رح نحكي أكثر بالتفاصيل معك نادين. صباح الخير. صباح النور. حتى نوتس مهمين لأنه الموضوع كتير مهم. موضوع كتير مهم. طب شو يعني ما عم نعرف شو الحل؟ بلشت صرخة الأمهات إذا بدك إنه التعلم من الشاشة عم بيكون كتير صعب، الولد ما عم نقدر نضبطه بهيدا الوقت، وعم بياخد وقت كمان كتير لأنه اسم الله نحن الإنترنت عنا توب توب توب. هديك الحلقة حكينا عن الأونلاين وحسناته وسيئاته. هلأ الصرخة بلشت كتير عالية، غير القصص الكهرباء والإنترنت سريع، الأهل ما عم يقدروا يضبطوا أولادهم خاصة بالمراحل العمرية الصغيرة. هلأ في الأساتذة عم بيحاولوا يبيضوا الصفحة ويكتبوا أنه الأولاد عم يتفاعلوا، بس بنفس الوقت صرخة الأهل عم تكون كتير أعلى أنه ابنهم حتى لو هو أونلاين للأم عم بدها تكون موجودة مع ابنها. يعني الأم صارت كمان معلمة تانية وعم بتكون موجودة وما عم تقدر تعمل كنترول للولد أنه أنت بالبيت بس بالمدرسة، يعني الولد ما عم يستوعب الفكرة، وخاصة له فترة ما في ديسيبلين، يعني ما في انضباط. مزبوط. والعالم الإنترنت عنده كتير كبير، يعني مثل ما قلنا هو افتراضي، فهو ما عم يقدر يضبط حاله لا سلوكيا حتى دماغ منه مهيئ أنه أنا بالجو عم بتعلم، قادر احكي مع رفيقي، قادر احكي مع معلمتي. بعده لهلا يمكن المعلمه بالنسبه له انه حدا مثل حدا عم بشوفه على التي في، حدا عم بشوفه على الايباد، بعد ما عم ياخذ ما اخذ وهره المعلمه وجو الصف، فما عم يقدروا يهيئوا لهيدا الولد انه ينضبط فعلا، يقعد حدا هالسكرين ويتقبل كل شيء، عقله بعده ديستراكتد انه هيدا في جو من اللعب منه سيريس، يعني السيريس أفير منه التزام جدي، ما عم يقدر يعمل كنترول الولد. طب تعلم من الورق أم من الشاشة، نحكي عن الحسنات والسيئات لكل مثل ما قلتي حسب الفئة العمرية. بلشت بقلتي حسب الفئة العمرية، يعني نحن بتذكر نحن وصغار ما كانوا يعطونا الكالكوليتر، غصب عنا بدنا نستعمل ايدينا ونتعلم الارقام والجمع والطرح بالاشياء الملموسه بعدين ننطلق للكالكوليتر. هلا الولد دغري اولادك ساشا اذا بدك تحطيهم قدام سكرين شو في اشياء خسروها؟ هلا بغض النظر السكرين تابلت الايباد كانوا عم يلعبوا عم يستعملوه شايفينه وسيله لعب مرح، هلا مرح هلا صار بالنسبه لهم بده يكون كثير جدي. قديش هن عندهم دماغهم بده يكون محصور انه انا هيدي صفحه للدرس لحتى اخذ نوتس، شو عم يخسروا بهيدي بالسكرين؟ بالسكرين عم يخسروا الكتابه، مهارات الايد، بالعكس هون عم نعذبوا مهاره الايد، صارت الايد عم يستعملوا بس عم يعملوا سكرول، اوكي بطلنا عم نمرن العين مع الايد للكتابه، ما عم ياخذوا الاشياء الملموسه مثل البلاستيسين، الرمل، البحص، الاشياء لحتى ننمي لهم عضلات، مهارات عضلاتهم صغيره. الولد بالنسبه له الكتاب لما يكون في عندك عم يتعلم اليمين والشمال محصور الفوكس الاتنشن تبعه عيونه على زوايا، هول الزوايا عم تخلي دماغه شوي مرتاح، عارف وين البدايه وين النهايه، بالشاشه ما عم يعرف وين بده يبلش وين بده ينتهي، فعشان هيك جهد اكبر للدماغ، جهد اكبر للعقل. يعني كلمه انه جهد ايه موجود، جهد لود عم بتزيد، اللمبات كلها عم بتضوي عنده ليلحق على الاضويه، ليلحق اذا هذا اذا ما كبس كبسه وفات على محل ثاني وانتقله كيف بده يرجع. جهد العقل عم بيكون اصعب بكثير من الكنترول اللي بيكون محصور بورقه بزوايا محدده، وغير انه ريحه الكتاب، لمسة الكتاب، بيعرف امتى يقلب، نعلمه ياخذ نوتس، نعلمه ياخذ يرسم، مزبوط. هلا بيجي بيقولوا لك ساشا ما الابلكيشنز موجودين، بنعلمه كيف يرسم على السكرين، بنعلمه كيف ياخذ نوتس. بعد لازم بالاول مثل ما لقى وزير التربيه حال انه بالبيت والمدرسه، ان شاء الله يكون المدرسه يروحوا على المدرسه لحتى ما يفتقدوا اللي عم نقوله ساشا اللي هو الاشياء الملموسه، ريحه الكتاب، الحدود، ما نعمل ارهاق كثير للعيون. العيون يعني حتى في دراسة بتقول إنه كل 20 دقيقة للكبار لازم يريحوا نظرهم 20 ثانية. أنا كيف بدي أقول للولد وقف هلأ
صار لازم تاخذ بريك انت كرمال عيونك. الريتينا عنده الدراسات كلها بتقول انه عم نعمل اي سترين، ضغط على العين على شبكه العين، في سيئات كثير للسكرين. طبعا كل شيء له حسنات، نحن ما عم بلقائنا عم نقول للاهل نحن ضد او مع، نحن عم نقول للاهل اولادكم وين عم بيروحوا، قديش في ضغط على الدماغ، قديش في ضغط على العيون، وكيف لازم نريحهم. طب فرض علينا هالوضع ما قادرين نلاقي حل، مش قادرين نغيره، خلص يعني بدنا نتعاون بيننا وبين الاساتذه والمدرسه، وبعرف انه يمكن الجهد الاصعب اذا بدك للمعلمات والاساتذه. صح. بس كمان اليوم كيف فينا نهيئ هالولد؟ كيف فينا نحطه بجو اذا بدك جدي اكثر؟ لانه عن جد المهمه صعبه. المهمه صعبه مثل ما قلتي، الجند المجهول هو المعلمه. المعلمه عم تكون معالج نفسي، تكنولوجي خاصه بالتكنولوجي بالتعليم، المعلمه صار عندها كل الصفات اللي هي مهيئه جندي ورايح يحارب لحتى تجذب هذا التلميذ لإلها. كيف بدنا نهيئ الولد؟ قلنا هلا صارت اصعب من قبل، كان لازم نهيئه من 3 أسابيع و4 اسابيع، انه نعلمه يقعد حد هذا السكرين بانضباط، قلنا يلبس اليونيفورم، يعرف هو اي ساعه برنق سكجول تبع درسه. في شاب امبارح تيرمينال، ماما اي ساعه بكره صفي اونلاين، ما في انضباط لانه مش حاطط السكجول حد والكالندر، عارف مثل الاستاذ حيفوت لعنده هلا وحيظهر. نرجع هلا للاولاد صغار نعلق لهم على البراد سكجول تبعهم من اي ساعه لاي ساعه، الام تقول لهم اي ساعه البريك، حتى كل ما كان عندهم قادره هي تجي تشوفوا كيف قاعد حد الكمبيوتر كرمال رقبته ما نعمل وجع راس، وجع عيون، وضعيه الجسم. كمان خلص درسه اللعب ما يكون كمان على الايباد للماما الا كمان، لانه العيون كثير عم تتاذى والدراسات عم تثبت قديش الاولاد عم بيصير عندهم مشاكل بالعيون وبالرقبه بعمر صغير. فالاهل قلنا كيف بدنا نساعدهم ساشا؟ بدنا نساعدهم انه نحط نظام وقت محدد، نكون صارمين يعني، نكون صارمين معهم لسبب مفرجيهم، وكمان نتعاون مع المعلمه اللي هي بدها تقول له انه انت نجحت والسكور، ونجيب له وراء من المدرسه. يعني نحن عم نقول هون بين الشاشه والوراء، نجيب وراء ممضيين لحتى يشوف انه هذا شيء حقيقه، صوره له مع معلمته، لانه حيروحوا على المدرسه نهار. وفي مدارس كمان اكيد اول لقاء كان الاولاد مع معلمتهم بالمدرسه اول مره لحتى يتعرفوا على بعض، لانه كثير صعب دغري قدام الشاشه. حكينا عن الصعوبه التعلميه، بدنا نحكي عن الصعوبه كمان النفسيه والاجتماعيه، انه ما معقوله هو يشوف رفقاته على الشاشه مش شايفهم بالصف. عشان هيك كانوا عم يعملوا جروبات صغار، يستغربهم يعني كمان بس يشوفهم على الشاشه، ممكن يستحي وما يقعد يحكي وما يشارك، ما يقبل يضوي الكاميرا وما يقبل يحكي، لانه هو بالنسبه له غريب. لا لا، في الصرخات اللي سمعتها انه في ولد ما قبل يفتح الكاميرا، في ولد ما قبل قال صوته بشع، انه ناس غريبه ما بيعرفها، صوتي بشع، انا صوتي مش حلو، مش حابب صوتي. في حدا قال انه هاي المعلمه انا ما حبيتها، ما كنت قريبه منه. ففي العامل النفسي غير العامل الاكاديمي اللي حكينا عنه على اللمس وعلى الحرف وعلى تنميه المهارات، اجتماعيا سايكولوجيا وعلميا كل هيدي الصعوبات موجوده، كلها بدنا نتشارك مع بعض اهل ومعلمات. وخاصه اذا في تلاميذ كمان نقلوا مدرسه من مدرسه لمدرسه، يعني وجوه جديده، جو جديد مش معود عليه، نقل للمدرسة، يعني رفقاته كمان عالم جديد كليا، غير انه العالم الرقمي وعالم الشاشة عالم جديد كليا. هون قديش عنا اجتماعيا الصبي عم بيكون عامل بلوك، انه رفقاتي هلا بغير مدرسة شو عم يعملوا؟ لا، في مشاكل كثير، الصرخة كثير كبيرة. الحل هو بالوعي، وما نزيد ستريس على الولد، وننتبه كمان بليز انه نخفف الجيمز والالعاب على الايباد لحتى نريح هذا الولد جسديا فيزيكلي، بده يكون لانه ستريس انه زايد من الكمبيوتر، من الريز الفايوليت الالترا فايوليت، ما بعرف اذا التيرم استعملته صحيح ساينتفكلي، بس انه اللايت البلو لايت، هذا البلو لايت عم بيأثر على كثير على الريتينا، فضغط كثير كبير. وهيدي في مدارس نادين كمان اعتمدت بس التعلم اونلاين او من الشاشه بدون الحضور على الصفوف، وفي بعض المدارس قسمتهم جزئين ولا جروبس. صحيح صحيح. لهلا عشان هيك لاحظت بالريسيرش، قلت لي ماخذه نوتس، على كتير ما عملت ريسيرش ولقيت الاراء عم تتضارب، بين معنا انه عدد الكتب الاي بوكس اونلاين زاد مبيعها كثير بالنسبه للامازون، زاد مبيعها كثير، يعني في كثير مؤسسات عم تعتمد الاي بوكس، عم تعتمد السكرين، عم تعتمد الاونلاين. زاد هيدا الشيء، كمان زاد القلق عند الاهل، مثل ما عم ناكد انه زاد القلق لسبب انه الصغير ما عنده القدره يعرف امتى يبلش
يبلش وامتى يوقف. وبالنسبة بنرجع بنقول انه علميا النظر بالنسبة للولد لينير اسهل من انه يكون ما عارف حاله وين رايح، بيكبس كبسه بينتقل لمحل ثاني. قلنا على اللود تبع العقل، بعد بصير في عنده انه ممكن يوصل لغير ما احكينا على الويب سايتس اللي ممكن يوصل لها، على اللينكس اللي لازم يوصل لها. الحصر صعب، الريستريكشنز شوي صعبين. الاهل هون والمدرسه بدنا بليز نركز كثير مثل ما حضرتك قلتي حلقتنا اليوم عن الشاشه او عن الورق، انه في اولاد بفضلوا الاشياء الملموسه. ما حكينا عن الصعوبات التعلميه انه لازم يكون في عنا الكتاب، مش ضد السكرين نحن اللي فرضت علينا، كمان عبء مادي على الاهل انهم يسحبوا الوراق يعملوا برنت اوت للاشياء لحتى يشوفوا الاولاد. وبعدين الشغل اللي اشتغلون علق لهم اياه على البراد مع سمايلينج فيس، نشجعهم حتى ما يطوا يشيلوا الايباد على جنب وينسوا انه هن كانوا عم يدرسوا. شكرا لك ولكل هالمعلومات نادين جودي. يعني مرحله وبدها تقطع، بدنا نشد حالنا شوي نحن كاهل، وتحيه لكل المعلمات والاساتذه بهالمرحله. تحيه للاهل الاكبر كمان بالوضع الاقتصادي، يعني ما بكفيهم بس الشاشه، بدهم كمان يعملوا برنت اوت القرطاسيه. هذا الموضوع الموضوع المادي والاجتماعي. نعم. شكرا لك نادين. شكرا لك. رح ننتقل لفقره مش غلط مع ساندرا فواز والمعلومات المغلوطه عن تناول الفواكه بعد وجبه الطعام. مرحبا. بيتناول معظمنا الفواكه بعد الانتهاء من الوجبة مباشرة على اعتبار انها سريعة الهضم، ولكن هيدي العادة غلط. فأوضح العلماء انه الطعام بيبقى بعد وصوله للمعدة ساعة او ساعتين لاكمال عملية الهضم. بهيدا الوقت بتتمدد المعدة لاحتواء الطعام، والاستمرار باكل الفواكه رح يزيد العبء على المعدة. وزيادة عن ذلك، فالفاكهة بتحتوي على كمية كبيرة من الاحماض والسكر والجلوكوز والفركتوز والنشا اللي من شأنها أن تبطئ حركة جهاز الهضم. ومن هون منقول مش غلط ناخد حصة الفواكه بعد الأكل، ولكن بعد ساعة على الأقل من الوجبة. رح ننتقل مع الزميلة زينة زغزغي ومن الأرض. صباح الخير زينة ويعطيك ألف عافية. صباح الخير ساشا لك ولكل المشاهدين. أنا اليوم موجودة بعين المريسة، يمكن الخبرية شوي بعيدة عن الانفجار اللي صار وعن الأضرار والوجع الكبير اللي صاب اللبنانية، بس كمان للأسف أنه ببلادي مكتوب على الناس يمكن أنه تضل عايشة مع أوجاعها، مع عذاباتها، مع كل الأشياء البشعة اللي بتقطع فيهم، وللأسف ما حدا بيسأل عنهم، بضلهم متروكين مع ألامهم، مع أوجاعهم الجسدية والنفسية. اليوم معي حالة جديدة، شاب عمره 26 سنة اسمه حسن البقاعي، انصاب من حوالي سنة ونص بأكسيدان سيارة. هلا رح نعرف القصة الكاملة منه، رح نقطع فيديو شوي لنعرف بهيدا النهار شو صار معه بالتحديد. حسن الحمد لله على السلامة. يعني مثل ما عم شوف انه وضعك اليوم كتير صعب، انت نايم على الطريق اذا فينا نقول، ما عندك سقف عم بتنام تحته. خبرني اول شيء ليش انت هون، شو صار معك، وشو حالتك اليوم؟ يعطيك العافية للجميع. أنا أول شيء نايم هون على البحر لأنه ما عندي مسكن، ما عندي مسكن أقعد فيه، ولا عندي حدا، مزوج وعندي ولد. كنت قبل أشتغل دليفري، ومن الشغل أستأجر بمستأجر بيت وعايش بهالبيت، كنت طعمي ابني وعائلتي. هلا أنا ما عندي حدا، عملت الحادث، مرتي تركتني وابني لكل. خبرني شوي عن الحادث، عن نهار الحادث. عن الحادث، الحادث أنا وقت اللي كنت أشتغل بالمطعم، رحت أنا وعم بدي طلبية، شفت الدراج. الدراج قال لي على اليمين، وقفت على اليمين، عطيته كل الاوراق، ما لي لا ميكانيك ولا علي اي شيء، بس لانه ما معي دفتر سواقه. يعني نحن يا دوبنا نطلع لقمه الاكل، بطرابلس معروفه يا دوب الواحد يقدر يطلع اكلته. بدي اعمل دفتر سواقه، كل فتره بقول بدي اعمل دفتر سواقه، بس ماني قدرت عم بعمله. لانه ناطر الفحص وناطر الاسئله وناطر كل شيء، بيجي اخر شيء بيقول لي بدي اخذ الموتور منك، بياخذ المفتاح مني، معي انا الريمون الموتور بجيبتي. بدور الموتور وبهرب. أنا عم بهرب بتفاجئ ببرانش طب تحت منه،
هذا هو قصة الحادث. ولا هلا لا الدولة طلعت فيه ولا حدا طلع فيه. رافع دعوة ساعة بيقولوا لي بالسير، ساعة بيقولوا لي بالقضاء، ساعة بيقولوا لي عند القاضي. ما الملف ما عم بيتحرك. ولا هلا ما حدا عم يتكفل بحالتي. عم اخر شيء تفشت من كل الدنيا وجيت نم بالشارع. بدي عملية للحوض وبدي عملية لعقورتي، عندي شي 3 عقور وصلين للعظم. وانا بناشد الاهل الخير والجميع انه يطلعوا بأس بحالتي بقصتي. بشوفوا وضعي. يعني ما اقول النخوة ما بعرف في نخوة بالبلد. يعني حسن يمكن انت اليوم كان عليك حق بمحل معين انه انت هربت وما عطيت وراءك للامن، بس بذات الوقت مش مقبول انه يكون في شخص تعرض لحادث سير هالقد يعني ادى لشلل نصفي مثل ما عم بعرف منك. يعني انت اليوم اجريك ما بتحس فيهم، ما بتقدر تمشي، ما بتقدر توقف، ما بتقدر حتى تعمل اي حركه بسيطه، بس بذات الوقت كنت عم تقلي انه السياره يلي ضربتك هربت، وبذات الوقت ما حدا من الدولة سأل عنك أو قدم لك أي مساعدة. أنا يا ستنا بعد ما أول ما صار الحادث بعد منا ب 26 يوم أنا فتت جوما وقت الضربة فتت جوما ما عرفت شو صار. بعد 26 يوم من العملية بيجوا لعندي 2 شخصين من الدرك من أبو سمرة، مخفر أبو سمرة بطرابلس، بيجوا لعندي يا ريت إنه ياخذوا معي تحقيق أو يقولوا لي شو بك شو صار لك. أجوا لعندي كرمال الضبط قالوا أنتوا تركتوا الدنيا كلها وجيتوا على هالضبط عملتوا لي ظبط. طيب ما تشوفوا حالتي، لا الدولة تكفلت، لا صاحب السيارة تكفل. صاحب السيارة بيقول لي أنا بعتبر صوص ومات، شركة التأمين بتتكفل فيه. شو هالحكي؟ هذا ما له منطق هذا. طيب أنت اليوم حسن ليه نايم هون؟ يعني ما عندك عيلة، ما عندك قرايب، ما عندك حدا عم يطلع فيك؟ يعني أنا شفتك، أنا جيت الصبح لهون شفت حسن نايم على هيدا البانك هون على الكورنيش. عن جد إنه المنظر كتير مؤلم، يعني حتى إنه مثل ما عم نشوف عنده كتير، ما بنقدر يمكن نشوفه اليوم على الهواء، بس عنده كتير جروحات بإجري والواصل، يعني عنده العقر مثل ما بيقولوا واصل للعظام، يعني بنقدر نشوف حتى العظم بالإجرين، وحالة عن جد مش إنسانية أبدا. يعني الدبان موجود على كل جروحاته بجسمه. شو بتطالب اليوم حسن؟ أنت يعني شاب وبعدك بأول عمرك، يعني عم تقلي عمرك 26 سنة، يعني مفروض يكون أنت اليوم يمكن بأكتر فترة عطاء وشغل. أنا ما بطالب غير من هالناس الكرام الأوادم المحترمين أنه يا يطلعوا بقصتي بحالتي، سفروني لبرا يحكموني، لانه انا بدي عمليه لا قوره ولا الحوض، حوضي مكلس يعني لقدام لقدام، اذا بدي اقرب لقدام الحوض بيعلى معي. انا بطالب يا يسفروني لبرا يا يحكموني بلبنان، يا ما حدا يطلع فيني. ما عندي لا محل نم فيه ولا عندي محل قادر لا اكل ولا اشرب ولا البس، صباطي ما بقدر البسه. انا ما في غير شخص واحد اللي بعرفه، انا من اللي بعرفهم هو الوحيد اللي قدر وقف معي وساعدني. يعني لو قدرته بعده يساعد فيني كان ساعدني، بس لما اكتشف انه في عمليه لانه لا بيي ولا خيي ولا حدا، يعني شخص غريب وقف معي وقفت 6 شهور، هذا الوحيد وقف معي أكثر ما وقفت معي عائلتي، اسمه أحمد هاشم الخير صاحب أفران القصر. يعني هذا الوحيد اللي أنا بتضلني بدعي له وبتضلني بتمنى له الخير. كنت عم بتقلي أنه امبارح حرارتك كتير عالي واتصلت بالصليب الأحمر وإجوا قوام لبوا الاتصال وإجوا لعندك، خبرني شوي شو قالوا لك عن حالتك رمال الناس اللي عم تحضر تعرف أنت اليوم شو حالتك؟ أنا كنت قاعد هونيك، ما بعرف مين اللي اتصل بالصليب الأحمر. أنا جيت لقيت الصليب الأحمر فوق مني، لما شافوا طلعوا وحطوا قاسوا حرارتي لقوا 39 وشافوا الجروحة قالوا لي هذا الجرح، هذا الحرارة وكل شيء اللي صاير معك من الجرح، وأنت بحاجة لمستشفى بأسرع وقت، جروحتك ملتهبة ومعقرة واصل للعظم. عملت له أنا ما بدي أروح على المستشفى، إذا بدي أروح على المستشفى يعني أنا إذا قال لي بدي مصاري أنا منين بدي أعطيه؟ قلت له أنا بدي منك شغلة واحدة، لو سمحت غير لي على جرحي واعطيني دواء بس لتالي ريح راسي شوي. عم قال لي انا لا فيني اعطيك دواء ولا فيني غير لي على جرحك، جرحك بده دكتور، انا ما بحط ايدي بهالشيء. هذا هو. طيب حسن خبرني شوي عن عائلتك اليوم، يعني قلت لي انه انت عندك صبي ما عم تقدر تشوفه، ما عم تقدر تتواصل معه، وانه يعني حتى حالتك النفسيه كثير تعبانه، بنعرف نحن قد ايه تاثير انه اب ما يقدر يشوف ابنه. ستنا انا من وقت ما عملت الحادث اول ضربتي حاولت اني طلعتني 2.5 سنين بالمستشفيات اعاني، هلا لما بعد 2.5 سنين عائلتي تركتني ما بقى فيهم يدفعوا، يعني اذا بدي بس بدك تطالبين ليدفعوا لمستشفى ما تاخذيني بدي ربحوكي 1000 من 100 ومن 100. اخر شيء بطلت اسال عنهم، بطلت اقول لهم بدي، وبطلت اقول لهم انه تعوا ادفعوا للمستشفى.
صرت رجعت لمرتي، مرتي قلت لها انه بدي اسكن عندك بالبيت، قالت لي انا ما قد الحمل، ماني قد المسؤوليه. اخر شيء طلعت يعني لا مرتي انا ماني قاعد بالاجار، لا فيني ادفع الاجار ولا فيني ادفع مصروف ولا فيني اعمل اي شيء. اخر شيء طلعت انه حطيتها عند اهلها وحطيت الصبي معه وضل هيك، انا نزلت على الشارع ما بقى لي محل. ما في حسن، كيف فيها اليوم تساعدك العالم يلي عم تحضرنا؟ وين فيها تتصل فيك؟ شو الرقم يلي فيها تتصل عليك فيك كرمال تقدم لك اي مساعده؟ انا رقمي موجود معكم، بولر 70 528 715، هذا رقمي انا، وانا بتمنى حدا يساعدني لحتى لي اقدر اكمل حياتي مثلي مثل اي حدا كان، يعني لحتى لي اقدر ارجع اعيش. بس انا ما بدي اكثر من هيك، بدي المساعده منكم، يعني انتم اكيد ما بتقبلوا هذا الوضع اللي انا من السبت نايم هون، لا اكل لا شرب. يعني الله يخلي لنا الماكدونالدز ده، وما هو بيبعث لي كل يوم وجبه الظهر، انا بقعد بلا اكل. يعني للأسف ساشا منظر كتير بزعل هون، بعرف أنه أنتوا عم بتشوفوا هيدا الشيء على التلفزيون، بس الحالة اللي عايش فيها إذا بنجي وبنشوفها هيك بالعين المجردة بنعرف قد اليوم في أشخاص عم تنوجع لحالها، للأسف بغياب يمكن تام للأشخاص المعنيين اللي مفروض يكونوا اليوم عم يتطلعوا بأولاد بلدهم. شيء بزعل أنه نكون بهيدا الزمن بعد في أشخاص متروكة بهالطريقة، عم بتنام على الطريق، شباب بأول عمرهم عم بيناشدوا أشخاص من المجتمع المدني أنه تقدر تساعدهم ليقدروا بس يفوتوا يمكن يعملوا عملية بمستشفى، لأنه منعرف نحن أنه المستشفيات ما بتستقبل أشخاص ما عندهم ضمان أو ورائي اللي مفروض يكون معهم إياها ليقدروا يفوتوا. بقى بنتمنى من كل الأشخاص الخيرة يلي عم تحضرنا يلي بتقدر توقف حد حسن وتساعده أنه ما تقصر. عن جد من ضمن صوتنا لصوتك زينة، يعطيك ألف عافية. هالفقرة من الأرض قديش بتوجع وقديش بنفس الوقت بتخليك تقدر النعم اللي بحياتك. يعني أمرار بننق على قصص نعتبرها كتير عظيمة وبتطلع سخيفة قدام هيك حالات وهيك شباب بنسية ما عارفة بكرة شو ناطرة. فبدعي كل المشاهدين والناس الطيبة والفيها خير، وبعرف أنه أنتو كتار، إذا فينا بس نتطلع بهيد الحالة حتى على القليل نرجع نعطي أمل لحسن رغم هالظروف الصعبة كلها عم بعيشها، صحياً نفسياً جسدياً، حتى مش قادر يشوف ابنه. رح ننتقل هلأ نضال لسوق العمل مثل ما قلت لي، يلا رح ننتقل لسوق العمل مع مروى خلف. من سوق العمل لليوم صباح الخير، تابعونا لتعرفوا أكثر عن فرص العمل المتاحة. نبدأ مع وظيفة لمحاسب أو محاسبة مع شهادة جامعية وخبرة بين سنتين وثلاث سنين. للمهتمين الإيميل هو hr@l5holding.com. ننتقل لفرصة عمل جديدة لأسيستنت ستور مانجر بفرع زحلة، مطلوب خبرة بالفاشن ريتيل. للمهتمين الإيميل هو hr@defactoalbi.com. منروح لمطعم أمالين بتعنايل، طالبين موظفين صالة وموظفين مطبخ، بتقدروا تبعتوا السي في على hroffice@amalinrestaurant.com أو الاتصال على 81600000. أما ببشامون طالبين نيرس لعمل بارت تايم للاهتمام بشخص كبير بالعمر، للتواصل رقم التليفون 70 85 38 79. فرصة جديدة لمحاسبة مع خبرة بالمحاسبة وشاب للعمل كأوتدور سيلز مع خبرة لمنطقة سن الفيل. إذا مهتمين بأي من هذه الفرص ابعتوا السي في على lcs@lcslb.com مع ريفرنس جريس أنتون أو الاتصال على الرقم 03 71 5101. ننتقل لفرصة جديدة لشباب للعمل كعناصر أمن وحراسة، العمر بين 21 و42 سنة، ببيروت وضواحية. مطلوب تقديم طلب بالحازمية، مفرق جسر الباشا، سنتر حبيقة، طابق الثاني، بين الساعة 8 الصبح و3 بعد الظهر. للاستفسار الاتصال على الرقم 05 453 118. كمان فرصة جديدة بالمونتي فيردي لليجل أسيستنت، معلومات أكثر على رقم 04 533 520. ولإرسال السي في الإيميل
careers@casaproperties.net. أما بشركة سايبر تكنولوجي موجود فرصة عمل لآي تي سابورت مع خبرة متوسطة بهذا المجال. لكل المهتمين الإيميل هو recruitment@cyber-technology.com أو الاتصال على 70-89-63-62. مطلوب شاب للعمل بصفة مساعد أمين مستودع بمنطقة دبي. للراغبين الاتصال على الرقم 03-429-483. الفرصة الأخيرة لليوم لموزع بريد لبنان الجنسية وبيملك دراجة نارية للعمل ضمن منطقة بيروت وضواحية. للتواصل على 03-954-683. أما نصيحة اليوم فهي أنه تجربوا دايما توصلوا على موعد المقابلة على الوقت والأفضل قبل بعشر دقائق. أما إذا حسيتوا حالكم رح تتأخروا ضرورة تتصلوا بالشركة وتعطون خبر إنكم على الطريق وتتأكدوا إذا بيقدروا يأخروا المقابلة شوي أو تأجيلها، بس أبدا ما تتأخروا عن الموعد من دون ما تتلفنوا. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو صباح اليوم @aljadeed.tv. بتقدروا تراسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرة أو لأي موضوع تاني. هيدا كان كل شيء من سوق العمل لليوم وعودة إلكن. شكرا لك مروة. هيدي كانت الوظائف الشاغرة بسوق العمل، يعني فقرة ثابتة ببرنامجنا، وجود لك لكل بده يقدموا على هالوظائف. هلا رح ننتقل لفقرة لنعرف أكثر. رح نروح إلى مصر، ومن مصر مباشرة من أرض الفنون وهوليوود الشرق. بدنا نحكي عن مهرجان القاهرة السينمائي اللي نحن كلنا بانتظاره بالدورة 42 مع الناقد أندرو محسن، مبرمج ومنسق المكتب الفني بمهرجان القاهرة السينمائي. صباح الخير أندرو، يعطيك ألف عافية. صباح النور، شو أخبارك؟ أنا تمام، أنتوا إيه الأخبار في لبنان؟ الحمد لله بخير. نحن كلنا جميعا يعني الكل حاطين الأنظار على هالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. اليوم بنعرف منك أندرو بالبداية قديش كانت هالخطوة جريئة أنكم تستمروا بالمهرجان برغم هالظروف الصعبة المحيطة فينا، وخاصة بفيروس كورونا اللي أخر كتير أعمال وأجل كتير مهرجانات. يمكن كان قرار صعب فعلا، لانه في مهرجانات كتيره خدت وقت على ما تفكر اذا كانت هتقدر تطلع دوره ولا لا، وفي مهرجانات مهمه كتيره اتلغت زي ابرزها طبعا مهرجان كان ولوكارنو وكارلو فيفاري. اللي خلانا نتشجع انه مهرجان القاهره في اخر السنه، وكان عندنا امل انه بحلول نهايه السنه الدنيا تتحسن اكتر، وده اللي شفناه. يمكن كمان لما مهرجان فينيسيا خرج بشكل كويس، وخاصة انه كمان الوضع في ايطاليا بالنسبة لموضوع كورونا ما كانش في الاول افضل حاجة، لكن نجحوا في ان هم يسيطروا على الموضوع ويطلعوا بمهرجان اللي هو واحد من اهم المهرجانات طبعا في العالم. ده ادانا دفعة كمان اكتر ان احنا نواصل الترتيبات ويبقى عندنا ثقة ان احنا ممكن نطلع الدورة بشكل كويس. نعم، وأكيد بالنسبة للترتيبات أندرو هناك إجراءات وقائية رح تتبعوها بالمهرجان، وبنعرف هالكم الكبير من المشاركين رح يكونوا. شو هن هالإجراءات والتدابير؟ الحقيقة أنه إحنا الدولة من وقت ما رجعنا دور العرض والسينمات للعمل، البداية كانت ب25% فقط من طاقة دور العرض، وده هيزيد شوية لنسبة 50%. فده جزء من اول الاجراءات اللي هتبقى موجوده، لو ما فيش القاعات مش هتبقى شغاله بكامل طاقتها، هيبقى فيه مراعاه لفكره التباعد الاجتماعي، وهيبقى فيه مراعاه كمان ان احنا بنجهز قاعات اخرى لاستيعاب الاعداد اللي احنا هتبقى عايزينها تحضر، وفي نفس الوقت مش هتبقى متاح ليها القاعات الاصغر. فهنعمل على ده، وهنعمل على زيادة العروض لبعض الأفلام، بحيث أنه لما العدد في العرض الواحد يقل 50% فإحنا بنعوضه بعرض تاني، بحيث أنه يبقى فيه المتاح لعدد أكبر من الجمهور مشاهدة الأفلام. ده بالإضافة طبعاً للإجراءات الوقائية الخاصة بارتداء الكمامات وبالإجراءات الصحية طبعاً اللي هي موجودة،
مطبقه في كل العالم واللي احنا هنحرص على تطبيقها بشكل قوي جدا في المهرجان عشان يخرج بصوره كويسه. نعم، بدنا نعرف منك لنغوص اكثر بالنسبه للافلام، يعني شو هي ابرز الافلام اللي رح تتنافس بالقائمه النهائيه ومن اي بلدان عربيه؟ احنا لسه طبعا ما اعلناش عن القائمه النهائيه، بس في مفاجآت كتير يعني. اللي اعلن عنه بشكل مبدئي الفيلمين المصريين اللي هيبقوا في مسابقه الفيلم المسابقه الدوليه لمهرجان القاهره، اللي هو فيلم حظر تجول للمخرج امير رمسيس اللي هو هيبقى عرضه العالمي الاول في المهرجان. والفيلم الثاني هيبقى فيلم عاش يا كابتن للمخرجه مي زايد، ده فيلم تسجيلي بدأ رحلته في مهرجان تورونتو اللي خلص من أيام. إحنا سعداء طبعاً إنه يكون عندنا في المسابقة فيلمين مصريين، بقالنا فترة ما كانش عندنا غير فيلم واحد، ووجود فيلمين وخاصة إنه فيلم تسجيلي وفيلم روائي دي خطوة كويسة. لكن الدول العربية طبعاً إحنا حريصين على إنه نحافظ على كمان وجود مسابقة آفاق السينما العربية اللي هي بتهتم بعرض أهم الأفلام من الدول العربية. ويمكن إحنا السنة اللي فاتت كمان كان فيه اهتمام إنه المسابقة زودنا عدد الجوائز فيها وزودنا عدد الأفلام كمان لإتاحة دول أكبر للمشاركة، فهيبقى فيه مشاركة من دول عربية كتير السنة دي، وطبعا منها لبنان هتبقى ممثلة بشكل كويس جدا. نعم، لافت كمان أندرو بالمشاركة إنه في أسماء مخرجين مخضرمين عم بيشاركوا بالمهرجان، إلى جانب أسماء عم بيقدموا أولى تجربهم مثلا مثل المخرج الأردني باسل غندور. يعني هل تنوع إذا بدك بالثقافات بالخبرات قديش بضيف للمهرجان وقديش مهم؟ احنا عندنا ده بنحرص عليه في كل سنه، لانه طبعا بالنسبه سواء للمشاهد او حتى العامل في السينما بيبقى مهم بالنسبه له ان هو يتفرج على تجارب مختلفه. فاحنا عندنا في السنه ده بنحرص عليه سواء في الافلام او حتى في المشاريع اللي بتقدم لمهرجان القاهره وبتبقى موجوده في ملتقى القاهره السينمائي. السنة دي احنا في الدورة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، عندنا 15 مشروع متقدمين حصول على دعم. ملتقى القاهرة السينمائي ده برنامج، واحد من البرامج المهمة يعني داخل مهرجان القاهرة، اللي هي بتمنح قيم مختلفة من الدعم لمجموعة من المشاريع السينمائية اللي هي قيد التطوير او في مراحل ما بعد الانتاج. السنة دي من حسن حظنا كمان انه زي ما ذكرتي عندنا بعض المخرجين الشباب، وعندنا اسماء مهمه ومخضرمه على راسها طبعا المخرج المصري الكبير الاستاذ يسري نصر الله. يسري نصر الله صح، مظبوط، عن فيلم اسطوره زينب ونوح. مظبوط، ده مشروع فيلمه القادم اللي هو حاليا قائد التطوير. وكمان عندنا من الاسماء اللي ليها يعني قطعت شوط كويس قوي في السنوات الاخيره المخرجه التونسيه كوثر بالهنيه، كان لسه فيلمها الأحدث بيتعرض في مهرجان فينيسيا، برضو ليها مشروع من ضمن المشاريع اللي هتبقى بتنافس داخل ملتقى القاهرة السينمائي. فإحنا بنشوف أنه يعني ده جزء من مهم من المهرجان، لأنه بيدعم مشاريع عربية كتيرة، وخاصة في السنة دي الموضوع هيبقى مهم أكتر، لأنه مع توقف طبعا عجلة الإنتاج في أغلب الدول الصانعة للسينما، فكون أن إحنا يعني هنعمل ملتقى السنه دي وهيبقى فيه دعم لمشاريع كتيره، انا شايف ان هو تاثيره السنه دي هيبقى اكتر من كل سنه كمان. وما ننسى انه اكيد اثر فيروس كورونا بشكل عام على السينما وصناعه الترفيه بمصر تحديدا، يعني هل تاثرتوا بمهرجان القاهره السينمائي لهالسنه؟ بالتاكيد في تاثير، ويعني احنا من حسن حظنا انه كان نجحنا في الحصول على بعض الافلام المهمه. ويمكن من مش يعني مش عايز اقول بس ان هو حظ، لكن كمان انه كان في اصرار من كتير من صناع السينما على اتمام الافلام بتاعتهم زي الفيلمين المصريين اللي انا ذكرتهم. وانه على الجانب الاخر يمكن فكره المشاريع وفكره الافلام اللي ما زالت بتشتغل على مرحلة التطوير، ده كان بالنسبة لها يمكن فترة كورونا الهدوء والفترة اللي خلت الناس تقعد شوية، ده خلى بالنسبة للمشاريع اللي هي قيد التطوير خدت فرصة أكتر
في ان هي الصناع بتوعها يشتغلوا على السيناريوهات وعلى الملفات بتاعتهم بشكل اكبر. لكن بالتاكيد صناعه السينما كلها في مصر اتأثرت، وفي عدد كبير من الافلام اتاجلت للسنه الجايه، ولسه الواحد مش عارف الدنيا هتوصل او هترجع للشكل الطبيعي امتى، بس نتمنى يكون قريب. أكيد، ونتمنى كل الخير. كان لافت أيضا ما أنه عم نسمي أسماء المخرجين المخضرمين أو اللي قدموا أولى تجاربهم بمهرجان القاهرة السينمائي. لافت لهالسنة المشاركة النسائية اللي إذا بدنا نقول 50% كانت المشاركة للنساء. قديش هذا بيعطي فسحة أمل للتعبير وخاصة للمرأة بصناعة السينما؟ دي ملاحظة كويسة. هو احنا في المهرجان بنحرص على وجود تمثيل كويس للأعمال اللي تكون لمخرجات، وخاصة ان الموضوع ما بقاش، يمكن كان زمان الناس بتقول ان هو ما فيش أعمال زي كده او صعب الحصول على ده، الحقيقة ده ما بقاش حقيقي، وبقى في اسماء كتير للمخرجات وصناعات سينما ومنتجات كمان بيشاركوا في الملتقى، وده شايفينه في المشاريع، سواء اسماء جديده بتعمل فعلا خطواتها الاولى او اسماء تانية قطعت شوط واشتغلت قبل كده. ويمكن انا شايف انه الخريطه حتى، يعني مش هتكلم على المستوى العالمي كله، لكن خلينا نركز حتى على المستوى العربي، انه بقى عندنا كل سنة مخرجات عربيات بيقطعوا أشواط كويسة جدا وموجودين على خريطة المهرجانات العالمية. يعني طبعا في أسماء كتير حتى من لبنان، طبعا نادين لبكي من الأسماء المهمة اللي أثرت بشكل واضح في فكرة صناعات السينما، وأعتقد أنه ده جزء كمان مهم من عندنا من مهرجان القاهرة، أنه نحط مسلط الضوء أكتر على المشاريع دي بشكل قوي ونرحب بيها، لانه خلال السنين الجايه اعتقد فكره انه نقول انه يعني نبقى بنلاحظ انه في تمثيل كويس للمراه مش هيبقى مسلط عليه الضوء بالشكل ده، لانه ده هيبقى الطبيعي. فانا شايف ان احنا بنقطع خطوات كويسه في ده، وانه عندنا تنوع من اغلب الدول العربيه بيشاركوا في يعني المخرجات، سواء في الملتقى او حتى زي ما ذكرت انه احنا عندنا فيلمين المصريين المشاركين في المسابقه، فيلم المخرج اللي هو أمير رمسيس وفيلم المخرجة اللي هو مي زايد. صحيح، وعم نحكي عن يعني بالنسبة للملتقى القاهرة في أكثر من 12 دولة عربية مشاركة كمان، في يعني هالقوة المشاركة من المخرجين المخضرمين اللي لهم تاريخ كتير كبير بصناعة السينما، وكمان بنفس الوقت المخرجين الشباب اللي عم بيقدموا أولى تجربهم. بالفعل يمكن هذا بيعطي غنى أكثر وتنوع للمهرجان. واللافت بالنسبة لفيلم عاش يا كابتن لمي زيدان، خبرنا شوي عنه، اللي هو يعني يصنف كأحد أهم الأفلام العربية لعام 2020. عاش يا كابتن لمي زايد هو فيلم تزيين، عفوا مي زايد، نعم، استمر تصويره على عدة سنين، بيتابع بنت صغيرة بتحلم إن هي تبقى بطلة أولمبية في رياضة رفع الأثقال تحديدا. وبعدين الفكرة ان هو الفيلم بيورينا قد ايه انه يعني بنت في مرحلة المراهقة تقريبا تحلم بحلم كبير، وفي نفس الوقت الرياضة يمكن الأغلبية بيبصلها كرياضة ذكورية اكتر، فهي مختارة رياضة صعبة، وفي نفس الوقت الفيلم بيورينا انه ازاي الطموح الكبير بتاعها مش متساوي مع الامكانيات المتاحه ليها علشان تقدر توصل للحلم بتاعها، لكن ازاي هي بتحاول ده خلال عده سنوات. الميزه في الفيلم ان هو بيعرض اكتر من مستوى، مش بس بيتابع البنت لكن بيتابع المدرب بتاعها اللي هو كابتن رمضان، وده واحد من اشهر المدربين بتوع حمل الاثقال في اسكندرية، وخرج أبطال كتير معروفين سواء على المستوى العربي أو حتى على المستوى الأفريقي، وإزاي إن هو بإمكانيات قليلة جدا بيطمح لخروج عدد كبير من البطلات، لأنه أغلب المتدربين على أيدي بنات، وبنشوف المشوار بتاعها ده خلال عدة سنوات، وده مجهود كبير جدا من المخرجة إن هي تتابع ده، وإزاي إنه الفيلم كمان فيه جزء درامي ومؤثر قوي جدا. صح. رغم انه تسجيلي مش شوائي، لكن قصدي انه
في كتير من الأحداث الغنية اللي تخلي المشاهد فعلا قاعد مشدود لغاية نهاية الفيلم، وخاصة في جرأة بالطرح، وهذا اللي تعودنا عليه من المخرجة مي زايد. مثل ما قالت أندرو، السؤال الأخير، أي متى بتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي؟ هيك حطنا شوي بالصورة. احنا مفروض من 21 ل 29 نوفمبر، وقريبا جدا هيبقى يعني هيتم الاعلان عن المؤتمر الصحفي للاعلان عن كل الفعاليات بتاعت المهرجان من الافلام ومن منطقة القاهرة السينمائي ومن ايام القاهرة السينمائية، اللي هي فعالية مهمة جدا في المهرجان، فيها جزء كبير خاص بالصناعة، وبتجمع مجموعة من صناع السينما ومن المنتجين من حول العالم ومن ليهم خبرة في إنتاج وتسويق الأفلام، بحيث إن هم يلتقوا ببعض ويبقى عندهم فرصة سواء لإضافة الخبرات أو حتى أو تبادل الخبرات. نعم نعم. الناقد أندرو محسن، شكرا لهالمشاركة من مصر عبر زوم، الناقد ومبرمج ومنسق المكتب الفني بمهرجان القاهرة. تحية لكم ولكل الجهود اللي عم بتقوموا فيها رغم هالظروف الصعبة، يعني يعطيكم ألف عافية وكل الأنظار على مهرجان القاهرة السينمائي. أهلا وسهلا فيك بصباح اليوم. شكرا. أما هلأ رح ننتقل لفقرة كلنا لبعض وحالي، رح نرجع نتذكرها نحن وياكم وقصة أنطوان معتوق، خلينا نشوفها سوا. عمي أنا كنت مسطور، الحمد لله كنت أنا مسطور بحياتي، شغلي ماشي، كان معي تاكسي أوتوكار مدرسة، والحمد لله مسطور، نشكر الله. اجتنا هالأزمة هيدي خربت بيوت العالم، مش بس أنا، لبنان كله. بس أنا وصلت لمرحلة صدقوني يا جماعة إني يئست من حياتي، خلص عيش أنا ومرتي لحالنا. صلي عشر يعني تقريبا لهيدا الشهر، صليت من أشهر قاعد أنا، كنت معي 500-600 ألف 700 اللي هني يا خيي كل بيت، بس ما بقى معنا ولا ليرة. أجار بيتي 600 ألف بالشهر، وعندي مرة مريضة بالبيت بتبكي. يا مرة مش الله بدبرنا، الله بدبر عيني. أنا بشتغل كنت عبوسطة خيي، وقفت المدرسة، تاكسي انكسرنا رديناها لأصحابها، أجار بيتي انكسرت عليه صار علي أكثر من 3 مليون ليرة، أولادي كل واحد على قده، الله يساعدهم يا ولدي. شو بده يحكي الواحد؟ حقربت خبز ما بقى معي ببيتي انا ومرتي. صدقوني يا جماعه، مرتي بتاخد دواء وانا باخد دواء. صدقوني يا عالم، كنت مت كرمال 50 ألف بالانفجار، معي عرس، كنت على الكوبانيه بمطرانيه الروم، طرت بالجو وجيت، الله حماني، يمكن الله ما بده، ما بعرف. انا ما خليت باب ما دقيته ولا تزيد معنا ولا تزيد معنا. مرتي دقولنا من سيدة لورد لتجيب دواء لإلها، وقت كسرت إجرها المطرة. شو بدي لكم؟ يعني صرت تحت الأرض، يئست من حياتي، ما خليت مؤسسة، ما خليت حدا، ما خليت محل، ما دقيت بابه. ما كل العالم يا عمي مثل بعضها مثلي أنا، بس أنا وصلت لمرحلة تحت الصفر. أنا بطلب مساعدة يا خيي، ما بدي أشتغل، إذا في شي شغلة حدا يترقف علي، شغلة شوفير، شركة، كميون، أنا شو بسوق بسطات، بعدني قد حالي، مع إني أنا معور حالي، أكلتها، جبت دواء، مرتي موجوعة، رجعت نزلت على الصيدلية بجيب لها دواء، هي عم بتقول أخ أنا ما أخذت الدواء بعدني لهلأ، بياخد دواء لسكن وجعي، اللي هل ما عم تشوفه، نوم ما عم نام يا جماعة، ما حدا بتصدق، ما حدا بتصدق، زلمة عمره 60 سنة يتبهدل، بآخر عمره بهالوقت هيدا، ولادي كل واحد على قياسه، الله يطول بعمركم، اللي بيقدر يساعدنا، يوقف حدنا، بس توقف على إجري، اعتبره دين على قلبي، صدقوني يا عالم. بدي وقف عجري لكفي أنا وهالمطرة، بس ما بدي من شيء، والله جرب بدي أخذ علبة دواء وأخلص من هالحياة، لأني قست ما
والله يا ست عم بتصدق، وحياة ربي يا ست ما حدا بيصدق توني يوصل لهالمرحلة. مش أنا بس، كل العالم هيك، كل العالم، بس أنا خلص صرت تحت الصفر، صرت مكسورة على جار بيتي يا زلمة. حياتي أنا صاحبة الملك ما دقت علي، صرت مكسور على مليونين وسبعمية ألف، منين بجيبهم؟ منين؟ ابن 60 سنة بروح بسوق بقتل بنهب، أنا ما بعرف يا خيي، ما بعرف، أنا كلها بعرق جبيني كل عمري، صرت بتمنى موت وحياتي ولادي والصليب، صرت بتمنى نام ما أقوم، بس عندي مرض شو بعمل فيها؟ وفي كلمة بدي نقول، نحن لبعض، نحن اللبنانية لبعض. ولو ما نحن اللبنانية لبعض يا أنطوان، ما كنا تخلصنا من، مش تخلصنا بس أنه قطعنا بهيدي المرحلة بأقل أضرار ممكنة. دموعك كتير غالي علينا يا أنطوان، شخص بعمرك مفروض يكون قاعد ومرتاح والدولة عم بتأمنه، بس تخلق ببلد مثل لبنان لا في دولة ولا في مين عم بيطلع فيك، هيدا التمن اللي نحن بندفعه. بس ما رح نتركك لحالك يا أنطوان، خلي إيمانك بالله كبير أولا، وما تحس حالك عم تنزل لأنك عم تطلب المساعدة، لأنه هيدا الدنيا دوارة وهالدنيا دولاب، يوم إلك ويوم علينا، يعني ما حدا بيعرف شو مخبيلنا بكرة. لهيك بدعي لكل الناس اللي تابعت هيدا الحالة من أنطوان، من حرقة قلبه، إنه نقدر نوقف حده ونتضامن معه. رقم أنطوان 70129644، هيدا رقمه الخاص لأنطوان. وأنا بوعدك يا أنطوان إنه المرحلة الجاية رح تكون كلها نور وأمل ورجاء، ومثل ما شفت أنت إنسان مؤمن، لهيك خلي إيمانك بالله كبير والله ما بيترك حدا. هيدي كانت الحالة معنا بأنطوان معتوق. أما هلأ رح ننتقل إلى ضيف اليوم. ضيف اليوم مباشرة من دبي الممثل واللي عنده تأثير كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي جاد حديد. صباح الخير جاد. صباح الخير ساشا، كيفك؟ أنا منيحة، بس بدنا نطمن عنك إذا أنت منيح، لأنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي خاصة فيك صور لألك، عم نحس أنه في شيء حزين صار معك، وخاصة صورة لبنتك اللي نشرتها واللي قلت أنه يعني رغم يعني شو ما ممكن يصير، وين معقول أنا أكون، وين أنت تكوني، أنا دايما إلك وإلك بس، أعطيني بس شوية وقت وأنا بوعدك أنه رح أعود لك على كل شيء واشتقت لك. كاتاليا حبيبة قلب الكل، حابين نعرف منك جاد شو صاير معك. صباح الخير لكل المشاهدين. انتوا التلفزيون الجديد دايما عندكم هيك تأثير بالعالم، دايما بتجربوا تساعدوا الكل وتوقفوا حد الكل. ياريت ما حطيت صورة كاتاليا. بعرف انه واضح هذا الشيء جاد قد ايه انت متأثر. كل الناس عم تسأل ليش هالتأثر اللي عليك، ليش تركت لبنان وصرت بدبي؟ هلا من ناحية تركت لبنان لأنه الوضع مثل ما شايفين، يعني كرمال لورا أشغال ما في، بعد شوي العالم رح تاكل بعضها، وصلنا لمرحلة ما بقى قادرين حتى إيفن نقدر نساعد بعض، يعني لهالدرجة الناس قدروا يساعدوا بعض ونحن لبعض كما نقول، حتى العالم بطل قادرين يكونوا لبعض، وغير أمور مش ضروري نذكرها هي كانت كمان سبب إني أخذ هالقرار إني فيلم لبنان وجيت على دبي. يعني المطرح الوحيد يلي لأول مرة بالفعل قد صار لي بروح وبيجي على دبي زمان كتير من 2011، هي أول مرة بالفعل بوصل لهون بقول حسيت حالي ببيتي لأول مرة. ف هيدي حالتي وحالة كتير من الشباب يلي هاجروا لبنان وبيتمنوا بهالحالة اللي عم بيعيشوها مع الوضع اللي عم يقطعوا فيه، لو فيني خزقوا الباسبور تبعهم ويقولوا نحن منا لبنانية لأول مرة.
انا واحد من هالاشخاص اللي لاول مره بقول بتمنى لو في خزق لهالباسبور، لانه هذا الباسبور رجعني سنين لورا، هذا الباسبور خليني ابعد عن عائلتي وعن اهلي وعن العالم اللي بحبهم وعن بلدي. هذا هو الباسبور، هذه هي هذا هي النقمه تبعنا نحن كوننا لبنانيين. بنيجي على بلد بيحترمنا كهيومن بينجز، عندنا الرايتس تبعنا، ما حدا بيغلط معنا، كهرباء 24 على 24، مي على 24 على 24، نظام قانون، شو بدنا اكثر من هيك؟ هو بلدنا نحن ما عندنا اي هون. هذا ستريس اللي نحن بنعيشه ببلدنا من وراء هالامور اللي هي ماينرز، اللي هي اقل حقوق الانسان، ابسط الحقوق. نحن ابسط حقوق نحن بنعيشها ستريس بلبنان، هيدي بنعيشها بمأساة هون مش موجودة بهالبلاد. كرمال هيك من الواحد بيجي بس بيفكر كيف بده يشتغل، كيف بده يعمل مصاري، كيف بده يوقف على اجريه. غير امور ما بيعطى الهمة. وحالتك حالت كثير شباب جاد، يعني بيضحوا بكثير قصص، يمكن حتى يعني بالحياة خلينا نقول ما فينا نكون ربحانين كل شيء. بدك تربح شيء بس بدك تخسر شيء بالمقابل. اليوم الصعوبة اللي أنت عم بتواجهها كمان، ما عم بتبلش من أول وجديد ببلد مثل ما قلت اعتبرته منك وفيك، بس الأصعب بلدي. إنك الأصعب إنك اليوم عم تشتاق كتير لبنتك كاتاليا، وهيدا البعد عنا بنعرف قديش هيدي المرحلة كتير صعبة، وخاصة المتابعين الخاص يعني اللي هالقد بحبوك جاد وبيتابعوك عارفين وحاسين عليك بهيدا النطاق. عم نشوف ما بقى تحطوا صوره. انا بحترم دموعك جاد، ما رح نحط صور كاتاليا ابدا، لانه بعرف ما في اصعب من الغربه اليوم. اخ شو اصعب شيء جاد؟ أصعب شيء إنك تكوني بعيدة عن الأشخاص يلي معلق روحك فيهم، كنا عم تعملي جهدك وتعملي المستحيل إنك تقدر تأمني شيء، ويكونوا هن السورس أوف إنرجي تبعك، هن سبب هن المصدر الوحيد للإنرجي تبعك، بس ما إنك قادرة تلمسيهم، مع إنك بوقت معين بتكوني حدهم بس مش قادرة حتى إيفن تلمسيهم. أنا هاي فترة عشتها هلا قبل ما أسافر من لبنان كانت شوي يعني صعبة، يمكن هيك بعد بنتي عني كمان له تأثير كتير كبير علي، لأنه من لما خلقت من أول نهار خلقت فيه لحد ما أنا فليت يمكن قبل فترة بسيطة كنت ملزقة فيه كل الوقت، فيك تقولي إنه كل شيء نعمله سوا. كنت تروح معي على التصوير إذا عندي، كنت تروح معي على الميتينجز تبعي إذا عندي، كان حياتي كلها معلقة فيها. سو هذا هو نوع، هذا الشيء الوحيد يمكن اللي بخليك هيك بخلي قلبك يعصر عصر، إنك تكوني بعيدة عن هول الأشخاص يلي روحك معلقة فيهم. اللي هن أغلى شيء بحياتك، ونعرف إنه أنت قطعت بظروف كتير صعبة بحياتك الخاصة جاد، واللي عملت منك جاد اليوم. يمكن عم ترجع تعيش شوي هيدا الانسلاخ إذا بدك العائلة، ممكن نشوف رح ترجع يعني رح يرجع تجتمعوا مع بعض كعائلة جاد، ولا صعب كل حدا حيبقى بمحل؟ هذا السؤال ما بقدر أجاوبك عليه، لأنه الحقيقة صعبة يعني صراحة، وفي أمور ما حد ما بيقدر يحكي فيها، بس اللي شايفه أنا رح تكون بعيدة شوي. بس بتمنى أكيد يجي هذا النهار واجتمع ببنتي إن شاء الله. بدي بس أطلب طلب صغير من كل العالم وكل المشاهدين أكيد وكل الأشخاص يلي عندهم عائلة، لما توصلوا لمرحلة وتحسوا حالكم مخنوقين ومش قادرين تعملوا شيء بحياتكم وتاخذوا قرار مثل القرار اللي أنا أخذته، القرار اللي أنا أخذته ما رح فوت فيه بالتفاصيل، ما تبعدوا عنهم لهول الأشخاص يلي أنتوا أخذتوا القرار كرمالهم مش من وراهم، كرمالهم هول الأشخاص يلي هن ولادكم.
اللي هي بنتي، انا بعدي عن بنتي، هو ان شاء الله لا اقدر امن لها مستقبل لما بكره تكبر يمكن لسوء الحظ. انا هلا عم قطعت بالشيء، انا هيدا هو زيته لما كنت صغير، بس لسوء الحظ اهلي ما كانوا موجودين ولا باي طريقه كانت كانوا موجودين. يعني انا هلا اللي عم فكر فيه اني كيف بدي اقدر اوقف على اجري لحتى اقدر امن لبنتي مستقبل، على القليله لما تكبر يمكن تشكرني عليه يمكن لا ما بعرف، بس بتمنى اكيد تشكرني عليه. انه اذا بعيد، اذا كنت بعيد عنها فيزيكلي هي هون وهون، سو كل شيء عم بعمله هو كرمالها، لحتى لما تكبر، حتى لما تكبر تقول انه بابا يمكن ما كان حد فيزيكلي بس كانت اكيد بقلبه وبعقله، لانه اللي امن لي اياه ببرهن هذا الشيء. ده الشيء اللي بطلبه منكم، اذا بعدتوا عن الاشخاص اللي بتحبوهم دائما خلوهم بقلبكم وبعقلكم، ومن المستحيل ما تخلون ابدا ولا نهار بحياتهم يعوزوا او يفكروا انه انتم بعاد عنهم او ظهرتم من حياتهم. لو شو ما كانت، لو شو ما كانت الاسباب، جاد دائما بنقول انه حضور الاب كثير اساسي بحياه الولد وحضور الام كثير اساسي بحياه الولد. اليوم عم بحس منك انه الهاجس او اللي عم بتفكر فيه كثير انه ما بدك كاتاليا تعيش نوعا ما اذا بدك الحياه اللي انت عشتها. ما راح اقبل، ما راح اخليها تعيشها، ما راح اخليها. هيدي حياتي كلها تقبرني. anyway هذا الموضوع ببقى بشارك منه اجزاء على السوشيال ميديا عندي لكل الاشخاص يلي بعتبرهم عائلتي على انستغرام اللي بتابعوني. ببقى بشارك معكم مثل ما وعدتهم، يعني قلت لهم دائما رح يكون في هيك ايام رح يكون عم شارك معكم اشياء، لانه انا من الاساس I involve people، فوتهم للعالم بحياتي، سو هيدي مسؤوليه علي اني ضلني مكمل هذا الشيء. بس في امور الواحد ما بيقدر يبوح عنها او يحكي عنها بشكل واضح، لانه في قصص لازم تاخذ مجراها. بتبقى يعني بتبقى خاصه، صح، بتبقى كثير خاصه بحياه الانسان. يعني حلو تكون شفاف وصادق لعائلتك مثل ما قلت على السوشيال ميديا، بس بنفس الوقت حلو نترك شيء لنا خاص فينا لعائلتنا. جاد انا بدي اتشكر مشاركتك اليوم معنا بصباح اليوم، وضحنا الصوره اكثر. يمكن عم نلاحظ انه انت خير مثال لكثير شباب تركوا هيدا البلد وتخلوا عن كل شيء وخسروا يمكن اغلى شيء بحياتهم بس كرمال يامنوا مستقبلهم. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، ان شاء الله اكيد كل التوفيق وكل احلامك تتحقق، نرجع بنلاقيك كمان بلبنان. شكرا لك جاد حبيبي. ثانك يو سو ماتش، ميرسي حبيبي، ميرسي كثير. أهلا وسهلا فيك. رح نتوقف مع فاصل إعلاني ومنتابع بقية فقرات حلقتنا. متابعين بفقرات صباح اليوم مع ريف عقيل، بشو الأخبار؟ صباح الخير. صباح النور ريف، شو أخبارك؟ الحمد لله. اليوم عندنا مجموعة كتير كبيرة من الأخبار، أكيد نحن حنضلنا شوي مأثرين بهذا الشيء اللي عم بيصير حوالينا، مأثرين بكورونا، مأثرين بالأزمة اللي نحن فيها. والأخبار الفنية أكثر شيء كرمال هيك بلشنا هيك نجرب هيك نبرم حوالي شوي لبنان بالعالم العربي وبالعالم كمان. هلا بقول نحن ناس أكثر أشخاص عانينا مؤخرا من الاكتئاب، أكثر أشخاص حسينا من فترة أنه في حدا هيك عم بجرب يشدنا لتحت دايما، حبيت هيك خبلش بخبر عن ليدي غاغا اللي أطلقت أغنية جديدة اسمها 911. هلأ غاغا خلال مقابلة على شبكة سي بي أس الأمريكية أعلنت بهيدي اللقاء، بهذا اللقاء، أنه هيدي الأغنية هي تجربة شخصية كتير مهمة لإلها. ليش؟ لأنه هي عم بتعاني من اكتئاب كتير كبير. هلأ هي مثلنا بس على غير ليفل، عم تعاني من اكتئاب مرضي. صحيح، سببه الشهرة، سببه هي هذا التقيد، القيود اللي فرضت عليها بحياتها. هي قالت انه كل يوم عم بتفكر بالانتحار بخلال هذه المقابلة، اعترفت بها. صح، اعترفت انه بتفكر فيها كل يوم، اعترفت انها بتكره حدا كثير بيكره الشهرة، كثير بيكره النجومية. السبب الاساسي لانه هي صبية عمرها 34 سنة، بوقت كثير قليل انشهرت، اخذت جوائز، ترشحت لكثير جوائز كمان، عملت فيلمين عملوا ضجة كثير كبيرة بالعالم، غير انه هي بنت كثير كانت متحركة
محررة، عندها هيك نزعة أن تكون عندها كتير هامش كتير كبيرة من الحرية، لقيت حالة عم تعيش بقيود كتير كبيرة. قالت أنا كل حلم أني مرة روح أنا عند الخضرجة اشتري غراض وارجع على بيتي وأنا من دون ما حدا يزعجني، على بالي مرة أظهر أتغدى بمكان طبيعي من دون ما حدا يزعجني، وأنا هذا الشيء ما بقدر كمل فيه. واللي بيزعجها أكتر اللي عم بخلي حالتها تتطور زيادة لما عم بتحس كل يوم أنه هذا مشروع رح يكون لوقت كتير طويل رح يستمر، فما رح تقدر ترتاح من هيدا الضجة أو الأضواء اللي حوالي إلا لوقت كتير طويل. جاجا أصرت أنه هذا العمل 911 اللي عملته واللي هو بشكل هو كليب ولكن على شكل فيلم قصير هو تجربة شخصية كتير بتعني له، وهدتها لكل الأشخاص اللي بيعانوا من الاكتئاب والهيك للمشاكل اللي الناس عندهم بالصحة العقلية، مش يعني مجانين، هذا اللي نحن دايما بنفكر فيه بطريقة كتير غلط، أنه الناس بيمرقوا بمراحل أو بمحطات بحياتهم بتأثر كتير عليهم، وضروري نولي اهتمام كتير كبير لأنه هي واحدة من هدول الأشخاص اللي أثرت كتير فيهم هيدا الأزمة. بتعرفي ريف، أنا اللي بحبه إذا بدك بالفنانين الأجانب إنه صريحين، صح، يعني بيعترفوا بكل مشاكلهم النفسية بكل حالاتهم، صحيح. يعني هلقد شفافين وصادقين عكس ما عنا نحن، لا دايما ويفيكت، نحن عنا إيماج بدنا نحافظ عليها وما بيصير عنا ولا غلطة. من الأخبار الفنية كمان مسلسل هند خانم رح نشوفه على الجديد واللي مشارك فيه نخبة من الممثلين ومنهم الزميل جوزاف حويك. اليوم الزملاء بهذا البرنامج كمان كارين وجوزاف كلهم عم بيصيروا حاضرين بالدراما، صح. رح ناخذ مداخلة من جوزاف حويك. جوزاف صباح الخير. صباح الخير. لحظة، شو جالك؟ عم بحضر حتى بعد عن التيفي شوي. صباح الخير لك ساشا. صباح الخير لريف. ريف اشتاق لك. صباح الخير جوزاف، كيفك؟ طمني، شربت القهوة؟ مصحصحين؟ لا انت بريك اليوم. مصحصحين وتمام وهيدي القهوة. جوزاف، اول شيء انت بتعرف يعني نحن كزملاء قديش بندعم بعض بشغلنا، وكمان اليوم لازم نعطيك فرصة لتحكي عن هند خانم، هالمسلسل نحن بانتظاره، وانا شفت كم مشهد ناطرنا شيء كتير مهم. خبرنا أكثر عن هالعمل. صراحة هالعمل يعني صار فايت بالدمات قد ما صرنا مبلشين يعني عم نشتغل فيه، ورح يكون بالفعل إنتاج حلو وإنتاج كبير وإنتاج ضخم مع نخبة كبيرة من الوجوه اللي العالم رح بتحبها. يعني رح يشوفوا الشخصيات بأدوار مختلفة عن اللي شوفوها بمسلسلات تانية مني وبالجر مثل ما بيقولوا. طبعا انا بدي اقول انه في غموض كبير رح بيكون بالقصص اللي متداخله ببعضها بهالمسلسل، حيكون مرايه لكثير من الحالات يلي بنشوفها بالمجتمع اللبناني والمجتمع العربي، رح تندرس بشكل افضل، بشكل انه نلاقي حلول، بشكل نتعلم منها وتوصل رساله معينه طبعا للمشاهد من خلال كل مشهد رح بيشوفه. طبعا في احترافية بالأداء كتير كبير، تحية للكاتب، تحية للمخرج كنان سكندراني، كاتب رازي وردي، المنتج مروان حداد مع مروة جروب. بالفعل راح بيشوفوا إنتاج مختلف وراح يتعلقوا بالمسلسل بشكل كتير كبير من مثل ما قلت لك القصص اللي متداخلة ببعضها والعالم بتحب، يعني بتامين حبمين الغموض اللي صاير، بتحب القصص اللي تنكشف، بتحب إنه الحق ياخذ مجرى، ولكن يعني ما بعرف اذا دائما رح ياخذ مجرى بكل الاحداث رح بتصير، يعني رح يكون في صدمات كبيره رح نشوفوها. حتى يعني كل شخصيه، في اعلاميين بضم ثلاثه اعلاميين مثل ما قالت ريفي، بين الاعلاميه يمنى الشري والاعلاميه كارين سلامه، بالفعل رح يشوفون بغير منظر بغير صوره. وانا كمان جوزيف، طيب اليوم نحن ما فيك تقلنا هيك وأنا كمان حتشوفوني بغير منظر، عبالنا نعرف أكثر شو هو الدور اللي أنت رح تلعبه بهذا العمل، خبرنا أكثر هيك، يعني اليوم إذا مش لهذا البرنامج أخذناها لمين بدنا نخبره؟ لمين؟ بدي أقول لك شغلي، يعني أنا الكاركتير اللي أخده كاركتير المصلح، يعني يمكن فعل اكيد. اكيد إيه لا اكيد، ما انا انت بتعرفي انه بيشبهني هذا الشيء. نعم. بس بالمسلسلات يمكن كنت عم باخذ شوي ادوار مختلفه، لاول مره بلعب هيك دور مصلح، بكون في علاقه بتجمعني مع الاعلاميه يمنى الشري اللي هي شيرين، بتكون صاحبتها الانتيم لهند خانم، والشركة رح يكون فيها هي الشركة بتكون لجوزة لهند الممثلة سعد رشدان، والمشاكل اللي بتخلق فيها ومن هون بتبلش القصص كلها سوا مع
الغراميات الغريبة يلي رح يشهدها المشاهد، يعني العلاقات المشبوهة يلي رح كمان بيشوفوها بطريقة إطار تاني. عم لخبط بالحكي مع أنه أنا ببوع الصبح وبحكي كتير منيح. ما بدي أفضح القصص، يعني ما بدي أفضح الأحداث، بس رح يكون في تشويق مثل ما المشاهد بحب لأنه يشوف هالمسلسل. أنا بنصحهم يتابعوه لأنه من أول حلقات رح يتعلقوا فيه بشكل كتير كبير. مسلسل بكل حلقة في حدث، بكل مشهد رح بيكون في حدث، يعني رح بيشوفوا قديش انه في تشويق موجود بكل الاحداث رح بتصير داخل. ايوه يعني. طب جوزيف خبرنا شوي هلا اذا بدك عن التحدي بالنسبه لك انك تقدم دور جديد ما بيشبهك، وبنعرف اليوم يعني كممثلين بنخاف اذا بدك يضلوا حاطينا بهيدا الاطار او بهيدي الصوره تنطبع يعني براس المنتجين او براس المشاهدين. رح نشوفك بقالب مختلف بهند خانم؟ بقالب مختلف بس بيشبهني. أوكي. بيشبهني بالحقيقة. يعني ما كان في صعوبة إنك تأدي الدور إذا هالقد بيشبهك؟ لا لا، هو لازم يعني أنا دايماً بقول الإنسان إذا ببلش يقرأ المسلسل قبل بفترة وهيك بفوته وبعروقه وبدماته بيعيش الدور مصبوط ويعني بيفوت فيها أكتر وأكتر. يعني هيدا الدور يعني صرت حفظته، فيها أشخاص هيك صار منك وفيك. صح، صار مني وفي. طبعا لا، ما في صعوبة أبدا بتأديت هذا الدور لأنه بيشبهني بالحياة شوي مثل ما أنا بتصرف، وراح بيشوفوا يعني الوجه الخير مني، بس راح يشوفوا فيه وجوه شريرة كتير موجودة اللي راح توقف عقبات وجه الإصلاح اللي راح بصير ضمن هالعائلة وضمن هالشركة وضمن يعني هالمجتمع اللي احنا عايشينه بالشخصيات بقلب المسلسل. انا بس بدي اقول انه يبلشوا مع هالمسلسل من اول حلقاته لانه بالفعل رح يشوفوا قديش رح يتعلقوا فيه. التصوير حلو، الاخراج انا عندي سابق تجربة حلوة مع المخرج كينان سكندراني، يعني بوجه تحية لهالمخرج يلي بالفعل بيشتغل كمان على ادارة الممثل وبيشتغل بطريقة محترفة، بيفهم الدور بقى فهمين كل دور دوري بقى فهمين كل شخصية كيف راح بتأدي، يعني حافظ تحركات الممثل براسه قبل ما يعملها حتى. هيدي شغلة كتير مهمة كمان من العناصر الأساسية اللي بتعطي غنى للعمل أكتر. صح جوزيف حويك، شكرا لهالمداخلة، يعني متمنى لك كل التوفيق ولا كمان لكل الزملاء الممثلين بهند خانم. نحن أكيد بانتظار هيدا العمل اللي مثل ما قلت مشوق، وأكيد رح نتابعه من الأول لأنه اشتقنا لنشوف هيك حبكة درامية مهمة وبتشدنا. رح نتابع كمان مع الأخبار الفنية، وهلأ لوين رح نروح ريم؟ على السعودية. طبعا للسعودية بمناسبة اليوم الوطني للسعودي 90 كانت عم تتحضر لإعادة الحياة للمسارح من خلال احتفالات رح تبلش ب او بالاحرى بلشت ب 22 سبتمبر ورح تستمر على مدى 5 ليالي ل 26. مفروض هدول الاحتفالات رح يكونوا بعده مدن بالمملكه العربيه السعوديه ورح بيشارك فيهم اكثر من 20 فنان. عم نحكي عن احلام، عم نحكي عن انغام، عمرو دياب، راشد الماجد، ماجد المهندس، عبادي الجوهر ومجموعه كثير كبيره من الفنانين. طبعا هلا احلام كانت اول الواصلين على المملكه طبعا غير المقيمين بالسعوديه، وكانت كثير محمسه للقاء هذا الجمهور. كمان انغام وعدت جمهورها بحفل كثير استثنائي. بتعرف الفنانين بعد كل هيدي التجربه اللي عن جد ما مرقت عليهم ولا مره قبل، فكره انك تكوني انت عم بتغني عبر شاشه اونلاين ما في حدا عم يتفاعل معك، فكره انه انت تكوني عن جد اشتقتي للناس لانه اليوم يعني هدول محور حياتهم هن الناس، اختفى هذا الشيء لوقت كثير طويل وما بيعرفوا لاي متى كان ممكن يستمر، فكانوا كثير محمسين. ولكن المفاجأة كانت لما وصلت أحلام على السعودية، بالرغم من أنه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية اللي كانت نظمت هدول الحفلات واللي كانت عن جد أخذت إجراءات كتير صارمة ودقيقة، فهي مثلا منعت كل الأشخاص اللي عمرهم فوق 65 وعندهم أمراض مزمنة أنه يحضروا الحفل، منعت كل الأولاد اللي تحت 15 سنة أنهم يحضروا الحفل، أجبرت كل اللي بدهم يقطعوا تذاكر أنه يكونوا مشتركين بتطبيق على اسمه تباعد بيعطي هيك معلومات عن فيروس كورونا وبيأكد على إذا أنت عندك عوارض أو هودة القصص، جبروا الناس فيهم. ولكن المفاجأة كانت أنه كمية الحجوزات اللي صارت على هذه الحفلات خلت الهيئة ترجع تعيد النظر بهذا الموضوع لأنه انحجز الآلاف من البطاقات التذاكر، وهذا الشيء رجع خوف المملكة
وخوف القيمين على هذا المهرجان، لأنه نعتبره أنه احتمال كتير كبير يرجع ينتشر الفيروس بهيك حفلات ومهرجانات كتير كبيرة. وإذا انتشر يعني أو إذا يعني شخص كم حالة، لأنه بهدول بيكونوا هو اللي بيكونوا خلينا نقول كراودد هدول المهرجانات كتير. فرجعت باللحظات الأخيرة قررت أنه توقف هيدا المهرجان. شو الخطوة الجريئة يعني مهرجان مع كبير. أسامي كتير مهمة من فنانين من الدول العربية لهم جمهور ومحبينهم بآخر تكة. هلا بالاخر يمكن هن اكيد شعروا بخيبه امل خليني اقول، لانه عن جد كانوا هن بحاجه لهدول الحفلات. ولكن بالاخر اليوم كمان هيدي الصحه، هيدي الكارثه اللي عم بتصير حوالينا بالعالم. اليوم بفرنسا خلينا نقول، اليوم بلندن عم يحكوا في 7 مناطق تسكروا كليا، رجعوا من اول وجديد. بفرنسا عم نحكي عن كل يوم خلال 24 ساعه من 13 ل 14 الف حاله كل يوم. هدول بعد الكارثه اللي صارت قبل. فما بفتكر يعني ولا بلد على باله يرجع يعيش هيدي الازمه، لانه عن جد نحن لا المستشفيات بقى تحمل، لا الاطباء والممرضين بقى يحملوا على مختلف يعني كل العواصم والدول. الوضع صار كثير صعب كثير صعب. على كل حال هذا الوضع اللي كنا عم نحكي عنه، كنا حكينا فيه نهار الاثنين انا ونسرين عن التجربه اللي مرقوا فيها الفنانين. كنا عم نحكي عن القعده بالبيت. نحن اليوم بنظر لانه فنان عامل حفلات سوري معه شويه مصاري قاعد ببيته مرتاح عم يعمل السبا خليني اقول تبعوله هلا، ولكن مش ضروري يكون هذا هو واقع الحال. اليوم في فنانين كثير تاثروا او تازموا، اذا مش ماديا خليني اقول نفسيا. من يومين التقيت بمايسترو لبنان خليل، هو كان اشتغل حفلات مع كبار الفنانين بلبنان وبالعالم العربي كمان. هو كان بجوله بامريكا، كان عنده جوله كثير طويله توقفت باليوم الخامس وبقيوا هنيك مع الفنان هشام الحاج. فكنت هيك عم دردش انا وياه، طبعا هو عضو مجلس نقابه الفنانين المحترفين، كان عم بيخبرني انه اكثر من 95% من الموسيقيين بلبنان قاعدين ببيتهم، وهذا الشيء جرس انذار لكارثه قادمه. يعني بس عم نحكي كمان الفنانين حتى الفرقه الموسيقيه، صح؟ ما هو انا عم بحكي عن الفرقه الموسيقيه هدول كم عائله يعني. صراحه نحن قلت هيك تكتشفي العناصر ما كنت انتبهتي لها قبل. كان عم بيخبرني مثلا انه اليوم الفنان جزء من نجوميته هو هيدي الفرقه الموسيقيه اللي هي معه. في فنانين عن جد التفتوا للفرق تبعولهم، في فنانين ساعدون ودعمون، بس عن جد في موسيقيين قاعدين بالبيت من العدم خليني اقول، لانه هن من ثورة تشرين لليوم ما عندهم ولا حفلة ولا انتاج فني. هلا على نفس الهامش خليني اقول، حبيت انا هيك نتواصل مع شاعر عن جد كان له بصمات كثير كبيرة مع فنانين، ساهم انه يكون عندهم اعمال كثير استثنائية. كلماته انا بالنسبة لي انا ما بتشبه حدا يعني، وعن جد هي هيك بتدل على رقي واستثنائية بالتعبير، بالتصوير المشهد، بالتعبير عن العواطف. ولأنه أنا حبيت أتواصل معه لما أقول اسمه لسبب كتير محدد، وهو أنه اليوم لا تقدر توصلي لهيدا المزاج، لتوصلي لهيدي اللحظة اللي فيك تعطي فيها هذا النوع من الحكي، بدك تكوني عايشة بمحيط هالقد أنت مرتاحة فيه. عم بحكي عن الشاعر أحمد ماضي اللي رح بيكون معنا اليوم عبر زوم. صباح الخير أحمد. صباح الخير كيفك؟ منزور. تمام، يسلموا على حياتي الحلوة. ثانك يو حبيبي. نحن حبينا هيك نسلم عليك بالأول، حبينا نطمن عليك بكورونا. قالوا لي هيك معصب أما كنت مرتاح؟ والله ليكي كورونا كانت هينة، حسيتها كأنه امتحان لنرجع ناكل أكل صحي وننتبه على أكلنا، عرفت علي؟ عادية بس الانفجار اللي مش عادي كان. صحيح. وأحمد نحن بنعرف الشاعر بيبقى كتير متأثر بالأشخاص اللي حواليه والمحيط وببيئته، وانت من الشعراء اللي عن جد بتتاثر بهيدا الشيء وعندك حب وولاء للوطن بشكل كثير كبير. هالانفجار قديش اثر على الوسط الفني ككل؟ اللي انا قلت له لريف قبل انه يمكن كان الاكثر تاثرا باللي صار. بغض النظر عن الوسط، هلا انت عم تحكي عن الاشياء الشغل، يعني نحن فقدنا ارواح، فقد وناس قلنا عزيزين على قلبنا فقدوا ارزاقهم. هاي صعب كثير، اصعب من انه اذا وقف الشغل شهر او شهرين، في شيء اصعب بكثير. بس هو بعيدا عن انه اوكي يعني الاكيد اليوم الانفجار اثر كثير، بس انا كنت عم جرب كمان ارجع من تشرين لليوم. اليوم في مزاج عام بلبنان ما بيسمح للواحد، يمكن عم بحكي انا يمكن عم بعطي راي شخصي، ما بيسمح كثير للواحد او انت حدا مثل طبيعة شغلك بدها مزاج معين، بدها رواق معين، بدها حب، بدها حياة، بدها ألوان. هذا الشيء غاب كتير عن لبنان. كتير أنا عبالي أعرف أول شيء بهيدي الفترة
مع مين كنت عم تتواصل من الفنانين؟ مين كان أكثر حدا نصحك؟ مع المقربين أكيد، هلأ بالشغل بنتواصل مع اللي عم نشتغل معهم. نعم. أكتالي. بس التواصل بيكون مع المقربين، يعني بتواصل مع صديقي. مين كان هيك عامل ديبريسيون من الشيء اللي عم بيصير؟ يعني حسيت بلال الزين مزعوج كان، وحسيت زياد برجي مزعوج، من يعني كلهم تقريبا انزعجوا، ما في لبناني حقيقي ما انزعج من اللي عم بيصير. طب من بعد هيدي الأزمة هلأ، أو من بعد كل هيدي الأحداث، يعني من الثورة للأزمة الاقتصادية لكورونا لأربع أب، اليوم هل في نية أو هل في رجعت بلشت تستعيد هيك الحياة الفنية عافيتها؟ عم تعمل أنت شيء جديد؟ مع مين عم ترجع تتعامل؟ بلشوا الفنانين يرجعوا هيك يدقوا البواب ليرجعوا يحركوا أعمالهم؟ بلشوا يطلعوا من هيدا الاكتئاب أو الأزمة اللي هن كانوا مرئين فيها؟ لك لقلك شيء، يعني نحن ببلد الحلو فيه انه قد ما يمرق اشياء صعبه علينا دائما بنحاربها بالضحكه، بنحاربها بالغنيه يلي فيها ايجابيه. بس بقصه الانفجار في كثير مثلا صاروا يعملوا اغاني سوق بس تجاره، وقليل اللي عبروا. انا بالنسبه لي مثلا لمستني اغنيه ادم علق بالمشانق، استفزتني وكتبت بوقتها، ولهلا عملت عمل محضره غناء مهند مشلح توزيع شريف قاسم، لهلا ما نزلته لاني حريص على كل تفاصيله كرمال ما تنزل اغنيه عاديه عن وجعنا اللي صار بانفجار بيروت. يعني قصدك احمد انه بقيه الفنانين اللي عملوا اغاني لبيروت وهن كتار، اذا بدك كان التوجه تجاري اكثر ما هو لا وطني؟ لا ما كلهم، لا ما كلهم، ما كلهم، ما كلهم، في كم غنيه حلوين كثير عرفتي؟ وفي كم غنيه بوجعوا يعني علموا فينا وصابوا، بس صار في كثير اغاني عم تتغنى كانه يعني الانفجار شيء حالي ضاربه ولازم نعمل لها اغاني بس لننزل غنيه. طب شو حبيت غير غنيه ادم الخاصه ببيروت؟ حبيت اغنيه لسعد رمضان اخ يا بيروت. ايه حبيت كذا اغنيه، ما بدي اظلم، حبيت اغنيه يارا قصيره جدا بس فيها مسج. طيب هلا انت شو عم بتحضر هلا قريبا؟ مع مين عم تشتغل؟ نحن حضرنا كثير اشياء قبل الازمه. نعم. قبل هول، والمطربين كانوا عاملين بلوك، كل مره بيمرق مشكله ما بينزلوا عرفتي؟ صحيح. فبس بلشنا عم ننزل وبلشت حياه انه نحارب قصه الكورونا ونرجع انه نحاول انه نضحك الناس باغنيه او نفرحهم او نعبر عن اي شيء مثلا حاسينه. اجتنا الضربه الاخرانيه للاسف انه يعني ثلاث ارباع المطربين هلا عم بيغنوا لبيروت بس عم حس. طب العمل اللي انت عم تشتغل عليه وعم تقول انه انت هيك عم تهتم باداء تفاصيله، شو فيك تعطينا هيك تفاصيل عنه اكثر؟ سمعت شيء منه؟ يا ريت. بتقول شوارع بيروت زعلانه، شوارع بيروت خيفانه، شوارع بيروت عتباني عولادها، ازايز البيوت مكسوره، ما ضل من امبارح ولا صورة، يا وطني يا ام مقهورة عولادها. بس هالقد كثير حلو عن جد، حلو هالكلام وكثير مؤثر. يعني مش معقول انه الانفجار. انا والله كنت عم كذب هيك بالسيارة، مرقت من حد الجميزة لقيت الازاز مكسر، شفت الناس، هيدا الشارع يلي بنسهر فيه، هيدا الشارع يلي بنلتقى كلنا فيه، يعني زعلت اول شيء انه عم تأذوا الفرحة، وللأسف أول مرة بننأذى من دون حرب. صحيح. صحيح. وبالفعل والعالم كلها تأذت، وخاصة القطاع الفني كمان مثل ما كنا عم نقول أحمد. بدنا نظام مرير ياشي راحوا مطاعمه بالجميزة مثلا، حتى المايسترو إيليل عليا كمان نشر فيديو عم بيقول إنه يا جماعة في مشكلة اليوم بالقطاع الفني، في أزمة نحن عم نمر فيها بكل القطاعات للأسف، بكل شيء. لبنان يعني ما مرق علينا حروب، نحن جيل حرب، يعني نحن وصغار بنوعى على الحروب، مرق علينا حروب، بس يا ريت تكون ربع اللي مرق اللي عم يمرق هلا. بس كمان هي الفكره انه اليوم بكل هيدي الازمه اللي نحن هلا موجودين فيها، اليوم عارفين حالنا عم نرجع اقتصاديا، عم نرجع ماليا، عم نرجع سياسيا. اللي بيزعل كثير كبير انه لبنان كل حياتنا سياسيا بعدنا مثل ما نحن. ايه بس ما تغير شيء. ايه لا بس نحن اللي بنتميز فيه انه نحن عندنا نتاج فني كثير غني كثير كبير، نحن كل حياتنا
خليني اقول جزء من مدرسه، بس انه بعلامه فارقه بالبرودكشن الفنيه اللي بنقدمها. بتزعلي كمان اليوم انه نحن لوقت هلا لوقت طويل كمان بدنا نعمل نجمد هذه الاشياء، نعملها فريز، لانه اليوم نحن موجودين بمكان مثل ما عم بيقول الاستاذ احمد، كل يوم في ضربه من نوع معين عم بتاثر علينا وعم بتخلينا نحس حالنا انه نحن ما قادرين. يعني في حدا عم بيسكر علينا كل يوم، لا ما فيك تفكر، ما فيك تحب، ما فيك تغني، ما فيك ترقص، ما فيك تعيش، هذا لحاله كمان شيء كثير صعب. صحيح صحيح. بدنا نقول شكرا للشاعر احمد ماضي على هالمداخله. شكرا كثير، وان شاء الله هيك بنسمع هذا العمل كثير قريب. شكرا كثير، كل التوفيق لعملها القادمه احمد. وكمان اليوم رح يشاركنا الشاعر والفنان الشامل سليم عساف، بس بدي اشوف اذا هو راضي لانه عم نحاول نتواصل معه وما عم بيرد علينا، وبعثت له على الواتساب كمان لسليم، فاذا عم بتبعنا سليم عليك، اذا راضي خلينا نشوف ونظبط الانترفيو. بنكفي مع الاخبار الفنيه ريم. بدنا نحكي شوي هلا عن مسلسل دانتيل، هذا مسلسل جديد عم نشوفه هلا على التلفزيون على شاهد. الايجابي بهذا العمل هو انه رجعنا هيك نسترجع العافيه، نحس انه بلشت الامور ترجع لمسارها الطبيعي. عمل من بطوله سيرين عبد النور والممثل السوري محمود نصر. هلا الحلو بهذا العمل انه هو اول شيء بيتناول هيك قصه بتحكي عن الفروقات الاجتماعيه، صاحب دار ازياء بيوقع بحب خياطة عنده بالمعمل. القصة لحد هلأ مبينة كتير حلوة، الكابل هيك شكلهم مع بعض حلوين متجانسين، في كيمياء بيناتهم ورومانتك. هلأ للأسف نحن لأنه ما عندنا شيء نتسلى فيه إلا أنه هيك نقور بالأشياء الكتير صغيرة، انتشر كان بأحد المشاهد من هيدا العمل من كم يوم مشهد بيكون فيه البطل عابط سيرين عبد النور وعم ببوسها. هلأ طبعا بلشت هي الخبرية على فكرة بموقع صحافي، نشر هذا المقطع الكتير صغير، وفي أحدى الفانز أما الناس اللي كتبوا كومنتس كتبت زوجة وضعه محيرني. هلأ طبعا هذا الموضوع استفز كتير سيرين وعصبها وزعجها، لأنه كمان بالآخر ما حبت هيدي الطريقه، وكتبت رجعت ردت على هذا الفيديو وقالت زوجي بيعرف انه هذا تمثيل مش حقيقه، ان شاء الله انتم تعرفوا. طبعا الناس ما كثير اقتنعوا، مع انه علما هي البوسه بظاهرها بتفكريها حقيقيه، ولكن هي بوسه على الخد اذا بتدقي هيك بالتفاصيل، وما فيها شيء يعني اوفر. على كل حال بالاخر هذا كمان تمثيل سواء كانت هيك اصلا هيك. سيرين كمان كثير متمثلين على ادوارها، مزبوط يعني ما بتاخذ اي دور فيه كثير جرأه، يعني حدا حريص على هيدا النقطة. يعني نحن وقت حضرناها باخر مسلسل لإلها كان في مشهد لإلها بتكون هيك لابسه شيء هيك ساتان، بتحسي انه وقتها هيدا المشهد لحاله كثير جريء وكثير قوي. بكل الاحوال اللي صار انه بعدها بيومين احتفلت سيرين بعيد ميلاد زوجها ورجعت نشرت فيديو على انستغرام وكانت القبلة الحقيقية، كانت القبلة الحقيقية وطبعا ما حب وغزل احتفالا بعيد ميلاد فريد، بس كمان مرة جديدة هذا الموضوع ما عجب الفانز مرة ثانية. يعني شو ما بتعملي مش عن جد عم بحكي، وصلنا لمحل انه لا هيدي البوسة بتضلها جوات البيت، انه هيدي فيها جرأة كمان زايدة عن حدها. واليوم عن جد بتصدقي صار في معركة انستغرامية عن جد مش طبيعية، إذا بتشوفي كيف عم بيردوا على بعض، إذا بتفوتي بتقري الكومنت. بس هن فانز مين وفانز مين ولا ناس معها وناس ضدها، طبعا أوكي. الفانز اللي ما عم بيدافعوا إنه هي حرة وهيدا بيتها وهيدا حياتها وهيدا زوجها، والناس التانيين إنه لا هذا الشيء بضله جوات البيت، اليوم في جرأة، في كثير جرأة، لازم يكون في هيك هيبة واحترام للحياة العائلية. هذا الشيء بيشكل كل وجهات النظر بالمجتمع، بس اوقات بتضحكي هيك انه اليوم بدل ما تركزوا على عمل، بدل ما تبلشوا تنبسطوا انه اليوم رجعت الحياه، رجعت الدراما، رجع التمثيل، رجع كل شيء على مكانه الصح، قاعدين عم تعلقوا باسة وما باسة. يعني منه هالقد موضوع بيستاهل تعليق. اليوم بالعالم كله هدول المشاهد هي اكثر من طبيعيه، هي اكثر من يوميه، هي اكثر من جزء صارت يعني ما بيعلقوا عليهم الفنانين. ومثل ما قلتي انت سيرين حدا كثير حريص، سيرين حدا كثير دقيق وبينتبه كثير على ادق التفاصيل، يعني ابدا ما بتسمح لحالها انها تتمادى. بس اوقات الناس هيك بحبوا يتسلوا باشياء،
شو بدنا نحن نتفهم فيها؟ يعني حدا قال انه عرفت انه زوجها محيره وضعه ورجعت نشرت سيرين بعد يومين انه هي مع زوجها يعني لا ما منيح ما بتعمل اوبشن ما عجبهم اوبشن يعني 3 هلا بلكي بيمشي الحال فيها. على كل حال بدنا نحكي هون شوي كمان ساشا انه اليوم رجعت عجله التصوير على لبنان. هلا شفنا الزميل جوزيف حويك رجع كمان على تصوير مسلسله. كان بدي احكي كمان عن مسلسل لا حكم عليه، في مع حد رح بتكون موجوده فيه كمان زميلتنا كارين سلامه الى جانب قصي خولي ومجموعه من فاليري ابو شقره. هيدا العمل بعد معنا تفاصيل عن حقيقه القصه. على كل حال شركه الصباح دائما هيك بتتكتم على التفاصيل، بتحب تخليهم مفاجاه. نهار الاثنين رح بيكون اول يوم تصوير لهذا العمل، وهذا الشيء كمان بيبسطنا بمكان ما لانه اليوم الكرو اللي بيشتغل على السات مش بس عم نحكي عن كمان هو اخراج فيليب اسمر، كل بيرجع بهيك بحرك العجله الاقتصاديه، بحرك عجله الدراما والتصوير. كمان بلبنان عم يتصور هلا دي ان اي لمعتصم النهار ودانيال تبعنا ونخبه من الممثلين انا وعمار شلق كمان خي كثير حلو هذا الشيء. امتى رح تبلشوا التصوير؟ بلشتوا وقديش رح تخبرينا عن دورك بهذا المسلسل؟ رح اخبر عن الدور رح اخبر عن الدور، وكنا عم نحكي قبل انا ودانيلا وعمار انه كمان رح نعمل هيك شيء لقاء حلو اذا بدك اكثر عن المسلسل بس ليصير قرب يعني يصير قريب وقت العرض. بس هيدا مش لرمضان هذا المسلسل؟ لا ما رح يكون لرمضان. مزبوط. طب هذا الشيء كثير حلو. كمان في مسلسلات ثانيه كمان بلشت يعني 10 حلقات اغلبيه، بتعرفي ريف اغلبيه المسلسلات صارت هيك 10 بس انا عم شوفهم كثير احلى، انا عم شوفهم كثير ارتب هيك لانه اليوم الاحداث اللي عم بتصير حوالينا عم تساهم وللاسف دائما بدنا نرجع لهيدا المحطه عم تقطع المسلسلات. فانا هدول الشورت ستوريز اللي عم يطلعوا 5 حلقات 6 حلقات 7 حلقات بالعكس عم يعملوا نجاحات كثير حلوه، بيوصلوا اللازم من دون ما تفوت بتفاصيل اللي بتخلي هيك في ملل للمشاهد. وكمان انا كنت قريت انه فادي حداد كمان عم بيحضر لفيلم عن حادثه 4 آب، بعتبر انه هيدا الانفجار اللي صار بينعمل عنه اعمال مش عمل، ولكن رح يبدا هو بعمل محدد عم بدقق بكثير تفاصيله. كمان كنت عرفت انه في احدى شركات الانتاج عم بتقوم بانتاج 6 حلقات بتحكي قصص لست اشخاص من ضحايا انفجار 4 آب، بتمثل طبعا هن اخذوا اذن من عيالهم واهليهم وفاتوا ليجسدوا اشياء اي ليجسدوا عمل بيحكي عن تفاصيل تجربتهم للحظات الاخيره، منهم الممثله زينه مكي اللي سمعت انه عم تعمل شيء لسحر فارس كانت باطفاء بيروت. وبعرف زينه يعني كنا شوي هيك عم نتواصل انا وياها بنشوف التاثر عليها، يعني اذا بتشوف الستوريز هي اصلا هي حدا كثير بيعرف عن جد يعبر بطريقه كثير حلوه وحقيقيه. صحيح يعني بنلاحظ من الستوريز تبعها هي وعم بتادي هالشخصيه، شخصيه صحيح سحر بهالقد واقعيه قديش كانت مأثره كثير. على كل حال هذا الشيء اصلا يعني بالاخر عن سبتمبر 11 عمل كثير افلام ونحن مش بعاد عن هذا، يعني نحن الشيء اللي صار عنا بحجم هيك حدث وبحجم هيدي الازمه، على امل انه ما بقى تتكرر وبس نتذكرها بافلام كثير صغار او بموفيز لحتى بس مش ابعد من هيك، لانه تاثيراتها النفسيه علينا اوريدي صارت لوقت كثير طويل. بدي انهي بس بعد مع خبر واحد له علاقه بالاوسكارز. الاوسكارز كانت لاول مره هيدي السنه طلعت رولز جديد، خليني اقول هدول الرولز بيتناولوا ال5 سنين المقبلين. فهي اعتبرت لجنه الاوسكار انه من هلا وبالرايح بالافلام اللي رح تصدر يعني رح تاخذ جوائز بال 2022 واللي انعرضت وتصورت ب 2021 رح تخضع لقوانين جديده بموضوع التقييم. من زمان كنا نحضر فيلم نشوف البطل بصرف النظر مين هو، كنا نشوف القصه كثير حلوه، العناصر التصويريه موجودين وعلى اساسها بيتقيم الفيلم وبيربح. اليوم صار في شروط كثير جديده، 30% من فريق العمل لازم يكون نساء، لازم يكونوا من الشرق الاوسط، من اسيا، من الاقليات، صار في تنوع اكثر يعني المفروض يكون في من اماكن مختلفه وعندها ما في مسلط الضوء عليها بالعالم. انطلب كمان انه اليوم كل الناس ذوي الاحتياجات الخاصه، الناس الاعراق، السيدات، المثليين،
كل أطياف المجتمع بمختلف أشكالها وأنواعها لازم تكون حاضرة بهيدا الأعمال، ومش بس بالممثلين، لازم تكون حاضرة كمان، فرض عليهم أن تكون حاضرة بالكرو. يعني اليوم أنا إذا كنت عندي فريق عمل بدي أضمن أنه يكون في ناس في من أفريقيا، بدي أضمن أنه يكون في أقليات، بدي أضمن أنه يكون في من 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 بلاد كتير مختلفة ومتباعدة بالعالم. يعني وصلوا لهواي إيفن لازم يكون في عالم بهيدا الأفلام. طبعا هذا الشيء إيجابي كتير على مستوى الإنساني، إيجابي كتير على مستوى الرسالة اللي لازم تحملها هذا الأفلام. ولكن بمكان ما سنقض مع فكرة تانية، هي أنه الفن هو فن منه شيء تاني. عادة الفن أنا اليوم وقت أرسم لوحة وشخطر شو من كان، ما بيجي حدا بيحاسبني بقلي بدك تشرحي لي هيدي شو، يعني ستونار ما حدا قاله معي شو بيكون بتفصيله. هذا الشيء خلق كتير خلاف وجدل بين الممثلين وجدل. في ناس اعتبروا انه هذا الشيء بهز الصوره الحقيقيه للاعمال اللي عم تتقدم. اليوم انا اذا انا عم اقدم فن وعم ركز بس كيف بدي طلعوا عمل جميل، صرت لا عم فكر باكثر من 10 او 12 عنصر حواليه لاقدر انا اعمل هذا عمل مكتمل. اعتبروا انه اليوم من وراء هذا القرار صناعه الفن او التمثيل او السينما كثير رح تتاثر. في اسماء كثير كبيره كانت تتكرم وتاخذ جوائز لسنوات طويله رح تختفي، في اسماء كثير كبيره شركات انتاج رح تختفي، لانه اليوم انت بدك تعيدي هيكله هيدي الشركات. اليوم اذا شركه عم بتصور وعندها سات كامل من لندن ونحن عم نفرض عليها انها تفوت كل هدول العناصر، يعني انت عم تسكر شركه وتخلق شركه من اول وجديد. هذا الشيء حتى خلى فنانين وممثلين كثير بالعالم ياخذوا موقف من الاوسكار، لانه هن بيعتبروا انه هيدا الحدث ما بيمرق هيك بسهوله، ما فينا نتعاطى مع الفن من منطلق هيدي المعايير. هيدي المعايير اعتبروا انه لها اسباب يمكن سياسيه، لها اسباب انسانيه بس، ولكن ما فيها تكون هالقد مرتبطه وارتباط مباشر بالفن اللي هو عن جد لازم يكون بس برودكت كتير نظيف كتير حلو نحن عم نقدمه للعالم. صحيح. واللافت اليوم بتعرف ريف، كنا عم نحكي شوي عن مهرجان القاهرة، كنت عم بحضره السينمائي. الحلو انه كمان المشاركة اذا بدك من مخرجين مخضرمين للأفلام الروائية او غيرها من انواع الأفلام، وحتى اسماء جديدة كمان عم تطرح اولى تجربها. ما كنت متوقع انه في مشاركه هالقد نسائيه لهالدوره 42 بنسبه 50%، وتفاجأت يعني بس شفت الخبر. حلو كثير هذا الشيء، لانه اليوم يعني اصلا ما بقى في داعي نحن نرجع نقول بدنا نضوي على العنصر النسائي، لانه اصلا بلش يفرض حاله بالاعمال، بلش يفرض حاله بالسينما وبكثير مجالات ثانيه. بس كمان اليوم كمان انت بتفكري فيها وبينك وبين حالك هيدي الفكره. اليوم عم نحكي عن الاوسكارز طبعا، انه أنا وين بدي يكون موقفي بهذا المحل؟ مظبوط الفن هو فن، ما في نحط عليه معايير معينة، ولا مرة حدا قال إنه أنا الغنية لازم تحمل رسالة، ولا مرة حدا قال إنه لازم يكون في دايماً مساج، بس اليوم مع هيدي النقلة النوعية لا، صار ضروري يكون في رسالة، صار ضروري يكون في موضوع مدوين عليه، وهذا الشيء عن جد هيك بيخلق أزمة، لأنه اليوم صار في نوع من تحرر من ميلي وبنفتح مجال لفئة معينة من الناس، بس كمان ضغوطات وقيود لنسكر على ناس تانيين. يعني صار في شكوك حول الأوسكار يمكن لهذا الموسم، وجدل كتير كبير بين الممثلين. على كل حال بعد شي مجال بفتكر أنا هلأ عم بيقولوا أنه هذا البروجي هو اعتبروه أنه هو بشكل أولي لخمس سنوات من هلأ وبالرايح، يعني حيكون مثلا لألفين إذا من 2021 ل2026 أو 27. ولكن خلينا نشوف أول سنة كيف حتكون الأفلام، مين رح ياخد جوائز، على أي أساس رح تتقيم، يمكن بعدين ياخدوها بشكل يمكن أخف أكتر، يمكن عن جد إذا العمل بيحتاج هدول العناصر، بس كمان يكون عنده مقومات فنيه كثير قويه بتسمح انه هو يفوز بهيك جائزه هالقد مهمه بالعالم. صحيح الاوسكارز. مضبوط. ريف عقيل، يعني حلو هالسيجمنت حبيتها. سلي. شو الاخبار؟ هيك اخبار فنيه اكيد بنلاقيك نحن الاسبوع الجاي ان شاء الله. ثانك يو اليكس. كل متى؟ تنين كل تنين وخميس. احلى شيء. اوكي. ثانك يو ريف، اهلا وسهلا. يعني لهون نوصل لختام صباح اليوم بس بفقراتنا. كنت بتمنى من سليم عساف يشاركنا بهيدا اللقاء، كنا حابين نحكي عن يا مضلع وعن صورة لبنان الحلوة، لأنه هو معروف قديش شخص إيجابي. ما بعرف إن شاء الله ما يكون صار معه شيء شخصي، لأنه ما تواصل معنا وما تواصل معي حتى على الواتساب. anyway بتصير. على كل حال لهون نوصل لختام حلقتنا.